يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وتغطية خاصة جدا للحظات وصول بعثة النادي الأهلي لقطر استعدادا لخوض اللقاء الهام جدا بطولة كأس السوبر أمام فريق الرجاء المغربي، والمقرر لهذا اللقاء أنه يكون بإذن الله يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 7 مساء. رحلة مهمة، بطولة أهم، أمال وأحلام كتيرة جدا جدا عند كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، وهم بيترقبوا هذه المباراة الهامة للغاية. طبيعي جدا أنها تكون مباراة مهمة لأن هي مباراة بطولة، ومش أي بطولة، لا هي بطولة قارية من خلالها بتحاول أنك تزود عدد بطولاتك القارية، بدل ما أنت 23 بطولة توصل بإذن الله واحد أحد للبطولة رقم 24 عشان تقرب شوية من المنافس بالنسبة لك على الأكثر حصولا على الألقاب القارية، هو فريق ريال مدريد الإسباني اللي عنده 26 بطولة قارية، فبالتالي أنت بتقترب بشكل كبير. وأنا من هنا بتكلم بخصوص إيه؟ بخصوص الدوافع اللي دايما بيخلقها لنفسه النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي، الجهاز الفني، كل من هم في منظومة النادي الأهلي، وقبليهم طبعا كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. فبالتالي من هنا أهمية هذه المباراة اللي بترقبها أكيد كل الجماهير المصرية، لأن الأهلي بيمثل مصر في هذه البطولة، وأيضا جمهور النادي الأهلي بشكل خاص. فبالتالي هيكون عندنا كلام كتير جدا على مدار ساعتين بداية من دلوقتي. الجزء الثاني من هذه الفقرة أو هذه التغطية الخاصة هينورني ويشرفني الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم بتفاصيل أكتر في كل كواليس البعثة والاستعدادات وكل الأمور اللي بتتعلق بالنادي الأهلي قبل أيام قليلة من انطلاق هذا أو هذه المباراة وهذه البطولة الأهم. فبالتالي عندنا أمور كتير جدا جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم. الأجواء واضح أنها جيدة، العد التنازلي خلاص ابتدى لبداية هذه المباراة، هتلعب على استاد أحمد بن علي أحد الملاعب المميزة جدا جدا في قطر. بالمناسبة مش أول مرة النادي الأهلي يلعب على الملعب ده، الأهلي لعب مباراة وحيدة على استاد أحمد بن علي، كانت مباراة بايرن ميونخ في طبعا كأس العالم، وانتهى بفوز البايرن نتيجة 2-0. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة دي هي لقطات يعني بعثة النادي الأهلي ووصولها لمطار الدوحة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر، وأكيد دوافع كتير جدا، تركيز بشكل ملحوظ ومؤكد عند كل عناصر البعثة. أي حد موجود في البعثة أكيد هو عارف الأهداف إيه من هذه السفرية. طبعا بيرأس بعثة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ودايما دايما بيكون متواجد مع الفريق في اللحظات المهمة جدا، خصوصا في المباريات المصيرية واللي من خلالها بإذن الله يقدر النادي الأهلي إن هو يفوز بهذا اللقب الغالي. الأجواء زي ما قلت لحضراتكم أجواء جيدة، استعدادات ماشية بشكل كويس على مدار حتى الفترة اللي فاتت، الأهلي كان عنده استعدادات مستمرة هنا في القاهرة من خلال ماتشين اتلعبوا وديين، أول مباراة كانت أمام طلائع الجيش واتعادل فيها النادي الأهلي من نتيجة 1-1 في استاد جهاز الرياضة، والمباراة الأخرى كانت من يومين بالظبط وانتهت بفوز النادي الأهلي أمام سموحة في مباراة ودية كانت على استاد مختار التتش بنتيجة 5-1، وده يدل على جاهزية النادي الأهلي الفنية والبدنية طبعا بقيادة مستر بيتسو موسيماني هذا المدير الفني المميز جدا، واللي في الحقيقة عامل يعني مشوار حتى الآن مع الأهلي بشكل أكثر من رائع، تخلله نجاحات كتير وبعض قليل جدا من الإخفاقات الوارد جدا حدوثها، لكن المجمل نجاح ملحوظ من خلال مستر بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، إن شاء الله يستمر كمان من خلال هذه البطولة الهامة. لكن المشهد اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي هو المشهد الأهم، ودايما في كل مناسبة بيصل فيها النادي الأهلي لأي دولة في الخليج وبالتحديد لقطر بتلاقي جمهور النادي الأهلي المتواجد في كل مكان بيستقبل فرقته باستقبال كبير جدا وحافل جدا وبهتافات قوية قوي، وزي ما حضراتكم سامعين كده معانا دايما دور جمهور النادي الأهلي بيبقى ملحوظ وملموس جدا، وهو عامل السحر في فوز النادي الأهلي بمختلف البطولات. وطبيعي جدا حطوا حضراتكم مكان اللاعبين ومكان الجهاز الفني وأفراد البعثة، لما تشوفوا جمهور الأهلي موجود في المطار ومستني الفرقة حتى في ظل
الاجواء اللي بتتعلق بكاس العرب هناك في قطر، لكن جمهور النادي الاهلي حريص جدا على استقبال الفريق وخلق الدوافع عنده، والدوافع كده كده موجوده، لكن طبعا لما تشوف الجمهور بحماسه الكبير اكيد الحماس ده بينتقل للعيبه بشكل تلقائي، فبالتالي ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في مباراه يوم الاربعاء باذن الله تعالى. استعدادات هتكون مكثفه ومهمه جدا على مدار الايام القليله المقبله، احنا النهارده بنتكلم في يوم الجمعه، قدامك السبت وحد واثنين وثلاث، اربع ايام قبل ما تخوض المباراه باذن الله يوم الاربعاء. الاربع ايام دول هيتخللهم طبعا عدد من التدريبات المهمه على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، بعض الافكار اللي ممكن يكون حابب ينفذها مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، اكيد كمان الاستراتيجيه السيناريو على حسب كمان دراسه فريق الرجاء ونقاط القوه والضعف عند هذا الفريق المميز والمحترم اللي عنده شعبيه وجماهيريه كبيره جدا جدا في المغرب واكيد كمان في الوطن العربي. فأكيد في سيناريو واستراتيجية معينة عند مستر بيتسو موسيماني هيتكلم فيها باستفاضة أكتر مع اللاعبين على مدار الأيام القليلة جدا المقبلة، بخلاف أن دايما بيكون في محاضرات، ومحاضرات موسيماني في الحقيقة يعني بتبقى مطولة شوية، بيبقى فيها تركيز على أجزاء كتير قوي قوي، سواء بتتعلق بالفرقة بتاعتنا فرقة النادي الأهلي أو كمان بتتعلق بالفريق المنافس اللي أنت هتقابله أيا كان مين هو، لكن طبعا التركيز كله منصب على فريق الرجاء المغربي في هذه المباراة الهامة، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها بشكل كبير. مش أول مرة موسيماني يشوف هذا المشهد، شافه قبل كده طبعا في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي لما راح النادي الأهلي وقدر أنه يفوز بالميدالية البرونزية، وكان أكبر دافع هو إسعاد جماهير النادي الأهلي في قطر وإسعاد جماهير النادي الأهلي كمان في كل مكان. ومن المؤكد استاد أحمد بن علي هيكون ممتلئ بشكل كبير جدا بجماهير النادي الأهلي اللي موجودة في قطر وجماهير المصرية بشكل عام، لأن ده أمر بيكون مهم، بطولة تضاف لمصر وتضاف بإذن الله تعالى للنادي الأهلي. خليني أقول لحضراتكم بعض الأخبار المهمة وأهمها، أن خلاص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن حكام مباراة الأهلي والرجاء يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، وخلاص تم الإعلان أن المباراة تم إسنادها لجان جاك نادالا الحكم الكونغولي وحكم من الحكام اللي أداروا بعض المباريات قبل كده بالنسبة للنادي الأهلي، بالتحديد أدار مباراتين، مباراة في دور الـ 32 أمام فريق بلاتينيوم وفاز فيها أو تعادل فيها الأهلي، والمباراة الثانية أمام مولدي سان داونز في 2020 تحت قيادة ريني فايلر في هذا التوقيت وبالتحديد في شهر فبراير، قدر النادي الأهلي يفوز بهدفين مهمين جدا، وكانت خطوة من خطوات النادي الأهلي في مشواره نحو حصد البطولة التاسعة الغالية جدا بكل تأكيد، وده أمر مهم. كمان الحكم ده أدار مباراة مصر وأنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم اللي كانت في أنجولا واللي تعادل فيها الفراعنة مع أنجولا بنتيجة 2-2 وكانت في 12 نوفمبر الماضي. أفكر حضراتكم بقائمة النادي الأهلي لهذه المباراة واللي اصطحبها مستر بيتسو موسيماني معاه في هذه الرحلة الهامة. في حراسة المرمى محمد الشناوي اللي بالتأكيد موجود هو وزمايله من لاعبي النادي الأهلي مع منتخب مصر في هذه البطولة، بطولة كأس العرب واللي احنا عندنا فيها بالمناسبة مباراة مهمة جدا بكرة أمام المنتخب القطري على تحديد المركزين الثالث والرابع، نتمنى يا رب كل التوفيق لينا كمنتخب مصر. فزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة دي قائمة النادي الأهلي في هذه المباراة، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء في حراسة المرمى، خط الدفاع رامي ربيعة، بدر بنون اللي متواجد في قطر واللي كان منتظر بعثة النادي الأهلي بعد انتهاء مشواره مع المنتخب المغربي في البطولة العربية أو بطولة كأس العرب، محمود متولي موجود رغم الإصابة، عنده إصابة بمزق في العضلة الأمامية، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول اللي عنده المباراة النهائية بكرة نتمنى له كل التوفيق أمام المنتخب الجزائري، محمود وحيد موجود، محمد هاني، كريم فؤاد، أكرم توفيق، بالمناسبة كريم فؤاد كان عنده كدمة كده في المباراة الأخيرة أمام سموحة المباراة الودية لكن الكدمة كانت بسيطة ويقدر يكون متواجد على حسب الرؤية الفنية طبعا لمستر بيتسو موسيماني. في خط الوسط موجود كل من طبعا الكابتن والقائد لمنتخب مصر واللاعب المميز جدا عمرو السولية،
حمدي فتحي طبعا لا يقل تميزا، اليو ديانج، محمد محمود موجود، عمار حمدي، محمد مجدي أفشة، احمد عبد القادر اللي لسه فرص لحقه بهذه المباراه لم تتحدد بعد لانه عنده اصابه عضليه، طاهر محمد طاهر موجود، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، ووليد سليمان، واحمد نبيل منج. في خط الهجوم موجود كل من بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا بيعود لقائمه النادي الاهلي، محمد شريف وحسام حسن. ده بعد طبعا قيد العناصر الجديده في القائمه الافريقيه بعد الاستثناء اللي عمله الاتحاد الافريقي لكره القدم للاهلي والرجاء، وكان فتح باب القيد بدايه من يوم 15 من الشهر الجاري. بيغيب بس عن النادي الاهلي هو صلاح محسن لان عنده اصابه، فالاصابه معطلاه شويه، عنده بعض البرامج العلاجيه والتاهيليه اللي هيعملها هنا في القاهره، فبالتالي ما سافرش مع الفريق هناك في قطر. لكن خلينا كده واحنا لما قرينا مع بعض القائمه ما شاء الله لا قوه الا بالله، قائمه النادي الاهلي قائمه قويه جدا جدا، ومش هنكون بنبالغ لو قلنا ان هي اقوى قائمه في افريقيا. هل ده معناه ان الاهلي اي ماتش هينزله هيبقى الفرص كبيره وسهله انه يفوز؟ لا طبعا، انت بتنافس منافسه قويه جدا مع اي فريق انت هتقابله داخل القاره الافريقيه، خصوصا كمان المباريات اللي بتبقى مباريات بطوله على طول، ماتش واحد اللي يكسب ياخد لقب مهم جدا، لقب قاري هام للغايه، فبالتالي بيبقى في حسابات، بيبقى في سيناريوهات استراتيجيات مختلفه لكل مدير فني، بتبقى مباراه فيها ضغط كبير، الاهدى هو اللي يقدر يتعامل معها. احنا بنستند لايه؟ نستند لإمكانيات لاعبتنا ما شاء الله عليهم، لعيبة تقيلة جدا، وبنستند أيضا للخبرات الكبيرة اللي موجودة في صفوف النادي الأهلي. لك أن تتخيل النادي الأهلي بيضم عدد من اللاعبين أصحاب الجانب القيادي المميز جدا داخل الملعب، بداية من الشناوي، مرورا بعمرو السولية، مرورا بعلي معلول إن شاء الله يكون جاهز لهذه المباراة، برضو الجاهزية مش باينة لحد دلوقتي لأن علي معلول ما لعبش المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري ما بين تونس ومصر، لكن ان شاء الله يلحق باذن الله مباراه السوبر. كمان عندك بدر بنون كابتن منتخب المغربي، عندك عدد من اللاعبين التقال قوي قوي اصحاب الخبرات الكبيره داخل الملعب اللي يرجحوا كفتك باذن الله تعالى. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من داخل الطائره اللي اقلت النادي الاهلي من القاهره للدوحه في رحله تقريبا استغرقت حوالي ما يقرب من 3 ساعات، ووصلوا خلاص بالسلامه من حوالي ساعه ونص قبل دلوقتي، ومباشرة أكيد تم التوجه لمقر إقامة النادي الأهلي في الدوحة عشان يعني ياخدوا قسط من الراحة، وأكيد هيبتدي بقى برنامج الاستعداد لمباراة الرجاء بداية من الغد، بعض التدريبات وأيضا بعض المحاضرات الفنية المهمة جدا. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة، و كيف سيسعى النادي الاهلي لحصد لقب قاري جديد وهو لقب السوبر الافريقي، وبعدين نرجع نكمل الكلام. استنونا. كأس البطوله، بطوله السوبر الافريقيه، فرحه كبيره للنادي الاهلي، فرحه كبيره لجماهير النادي الاهلي، فرحه كبيره لكل الجماهير المصريه. بدأت كتيبة النادي الاهلي لكرة القدم رحلة البحث عن لقب قاري جديد، حيث إن المحطة المقبلة تتمثل في مواجهة الرجاء المغربي يوم 22 من ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة في بطولة السوبر الإفريقي. ويخوض الأهلي لقاء السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض الرجاء المغربي اللقاء بصفته بطل الكونفدرالية. بعثة الأهلي بدأت اليوم رحلة البحث عن لقب السوبر الإفريقي الثامن، حيث توجهت من القاهرة إلى الدوحة استعدادا لخوض اللقاء المرتقب، حيث تعول جماهير المارد الأحمر آمالا عريضة على الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني واللاعبين من أجل تحقيق اللقب وإضافة بطولة قارية جديدة لدولاب البطولات في الجزيرة. ويبحث الأهلي تحقيق لقب السوبر للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما حققه 7 مرات من قبل في نسخ 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014 و2020. وحقق الأهلي لقب السوبر لأول مرة عام 2002 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 4-1، وعلى الجيش الملكي المغربي عام 2006 بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وعلى النجم الساحلي عام 2007 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وعلى الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1 عام 2009،
وعلى ليوباردز الكونغولي بنتيجة 2-1 عام 2013، وعلى الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 عام 2014، وعلى نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0 عام 2020. كأس البطولة، بطولة السوبر الإفريقية، فرحة كبيرة للنادي الأهلي، فرحة كبيرة لجماهير النادي الأهلي، فرحة كبيرة لكل الجماهير. يعني في الحقيقة بطولات أفريقية كتير بالنسبة للنادي الأهلي في الحقيقة، وهو المتفرد من حيث الألقاب القارية الأفريقية بشكل كبير جدا عن أقرب منافسيه في القارة مش بس في مصر، ودي حاجة دايما احنا متعودين عليها من خلال النادي الأهلي. لكن في الحقيقة هو في تحدي مهم جدا جدا هيكون عند الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني، وهي هتكون مسؤوليه ايضا على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. بيتعلق بايه التحدي ده؟ بيتعلق في الحقيقه بكيفيه التعامل مع اللاعبين الدوليين في الجانب النفسي تحديدا، لان احنا في الحقيقه ممكن بطوله كاس العرب يعني بدايتها ما كناش متعشمين قوي ان احنا ممكن نحقق اللقب، كنا عارفين ان البطوله الجهاز الفني واخدها في الجانب التجريبي البحث وتجربه بعض العناصر التي قد تصلح للمنتخب الوطني فيما بعد، وفي التحديات المصيريه والمهمه جدا امثال بطوله الامم الافريقيه، امثال طبعا المرحله النهائيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. لكن وصلنا لمباراه تونس، اداء كان سيء، سوء توفيق لعناصر المنتخب بشكل كبير. فهنا التحدي ازاي هيقدر الجهاز الفني يتعامل نفسيا ويخرج اللاعبين من الجانب النفسي اللي بيتعلق بيعني الاحباط، وانا في اعتقادي الشخصي هيكون احباط نسبي جدا جدا، لان لاعبي الاهلي تحديدا بيتمتعوا بخبرات كبيره. لكن هو تحدي ومعادله هتكون مهمه جدا جدا للجهاز الفني النادي الاهلي، ازاي تقدر تهيئ اللاعبين نفسيا لحصد لقب قاري كبير، وتعمل عمليه الفصل ما بين بطوله مع منتخب مصر كنا نتمنى ان احنا نوفق فيها، ولسه عندنا امال كمان ان احنا ناخد المركز الثالث في مباراه الغد امام المنتخب القطري، وما بين كمان مباراه الرجاء، وهي مباراه صعبه جدا واكيد قويه، لان فريق الرجاء عنده عناصر جيده جدا، عنده مستوى مميز، عنده خبرات كبيره، بطل الكونفدراليه، فبكل تاكيد عنده الامكانيات اللي تاهله بشكل او باخر لمباراه النادي الاهلي في هذه المباراه. بنثق جدا جدا في امكانيات لاعبتنا، بنثق جدا جدا في الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني، زي ما بنثق في أهمية التواجد الجماهيري في هذه المباراة، وقد إيه ده هيرجح كفة النادي الأهلي بإذن الله في مباراة الرجاء. بالمناسبة هتكون مباراة خاصة جدا لبدر بنون نجم النادي الأهلي ونجم الرجاء السابق، واللي تعاقد معاه النادي الأهلي من سنة ونص قبل دلوقتي. وأهمية المباراة بالنسبة له إيه؟ هو راجل متربي في فريق الرجاء لكن محترف في نفس الوقت، متواجد كلاعب مهم قوي قوي في صفوف النادي الأهلي، وشفنا قد إيه تألق في بطولة كأس العرب مع المنتخب المغربي سواء كقائد داخل الملعب أو حتى كجانب فني كملحوظ، أحرز الراجل 3 أهداف في هذه البطولة. فبدر بنون عنصر مهم قوي، العاطفة أكيد موجودة لكن الأهم طبعا دايما الاحتراف وحبه للنادي الأهلي، ده أمر مفروغ منه. فنتمنى له كل التوفيق في هذه المباراة الخاصة لي. طيب اللحظات دي لحظات حصرية وحية لوصول فريق النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي لمقر الإقامة بالدوحة بعد انتهاء من الإجراءات الخاصة بالفريق في المطار. وزي ما حضراتكم شايفين لحظة بلحظة بنحاول ننقل لحضراتكم كل الكواليس اللي بتتعلق ببعثة الفريق في الدوحة. وبالمناسبة مش النهاردة بس، احنا على مدار الأيام اللي جاية كلها حتى المباراة، وبإذن الله واحد أحد نفوز باللقب وبهذه البطولة، وهنعيش حضراتكم لحظة بلحظة زي ما تعودتم من قناة النادي الأهلي دائما وأبدا كل الكواليس و المناسبات الخاصه بالفريق في قطر. صور تذكاريه اكيد يعني وراء دايما الكابتن محمود اللقطيف في اي مكان، لانه قيمه رياضيه كبيره وايضا قيمه اداريه، ده امر مؤكد بشكل كبير. اللي عجبني كمان هو اصطحاب كل عناصر الفريق، كل القائمه، وده امر مهم قوي، انت جايب كل لعيبه تكون موجوده في الحدث ده في هذه المباراه، اولا بسبب حاجتين، الحاجه الاولى هو التدريبات اكيد بتحتاج فيها لعدد معين، السبب الثاني ان انت بتبقى محتاج برضو اللعيبه دي تجهز بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لحضراتكم هو اللاعب الوحيد اللي بيغيب عن قائمه النادي الاهلي هناك في السوبر في قطر هو صلاح محسن، اللي بنتمنى له الشفاء سريعا ويعود لمباراه
مستويات النادي الاهلي باذن الله تعالى، عنصر مهم من العناصر المهمه جدا الموجوده في قائمه النادي الاهلي هذا الموسم. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نقدر نضيف بطوله قاريه جديده تكون مهمه جدا للفريق في مشواره، عشان يبقى اللقب الثاني لموسيماني كسوبر افريقي، لكن الراجل كمان قدر ان هو يجيب اكتر من لقب افريقي اخر، وهو بيتعلق بلقبين اخرين لبطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الهامه والمفضله بكل تاكيد بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. في نفس الوقت بخلاف البطولات المحليه اللي قدر يحققها الراجل بشكل كبير، لكن اللي عايز ااكد عليه هي الثقه اللي اصبحت موجوده بشكل او باخر من خلال جماهير النادي الاهلي في اتجاه المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. وفي الحقيقه على مدار فترات كتير جدا سابقه دايما كان بيبقى فيه تشكيك بشكل كبير في قدرات مستر بيتسو موسيماني. اللي عاجبني واللي بيميز دايما واللي عاجب اكيد كل جماهير النادي الاهلي هو تركيز الراجل مع الفريق في الملعب. شفنا انطلاقه ولا احسن ولا اجمل من كده بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري، ست مباريات بشكل متتالي بتفوز بشكل مميز جدا جدا، مباريات كمان تخللها مباريات كبيره سواء امام الاسماعيلي نتيجه كبيره 4، امام الزمالك نتيجه كبيره 5. فبالتالي في افكار بتنفذ، في مشروع ماشي فيه بشكل كويس جدا الجهاز الفني والفريق ككل، وايضا اداره النادي الاهلي بالتنسيق مع لجنه التخطيط وايضا المشرف العام على الكره. فده شق مهم جدا. كل الامور اللي بنتكلم فيها هي امور ممكن تكون بترجح كفه النادي الاهلي، سواء انطلاقه بدوافع مميزه في بطوله الدوري، بطوله مهمه زي بطوله سوبر افريقي بتضيف لقب قاري جديد، وكمان امور اخرى بتكون مهمه بتتعلق بتواجد الجماهيري في هذه المباراه. والاجواء بصراحه هناك مميزه جدا في الملاعب القطريه، وانا كنت موجود معاهم في كاس العالم وشفت ولمست في الحقيقه دور جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى قريب من الملاعب بحكم الطبيعه بتاعت الملاعب هناك، بالتحديد ملعب احمد بن علي ملعب مميز جدا. في لقطه مهمه قوي عايز اتكلم عنها مع حضراتكم، وهي لقطة يعني محتاجة تعليق ومحتاجة نقف عندها شوية عشان تقفل باب الشائعات المستمر على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المميز جدا والملتزم بشكل كبير قوي وملحوظ مع الفريق على مدار فترة طويلة سابقة، وحتى في ظل وهو بعيد عن قائمة النادي الأهلي الراجل بيشارك في التدريبات بشكل مميز وبتركيز وجدية كبيرة، ومنتظر توقيت مشاركته لأن أكيد هيشارك سواء هو أو بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش على مدار الفترة اللي فاتت بسبب كثرة البطولات اللي موجود فيها النادي الأهلي واللي بيحاول النادي الأهلي دايما أن هو يحققها. فبالتالي بتبقى الأمور طبيعي جدا هتلاقي ناس كتير بتشارك مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. الأهم هي العلاقة المميزة، هي علاقة ود واحترام ما بين رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وعناصر الفريق. وأنا عايز أركز على اللقطة دي تحديدا ليه بقى؟ لأن ناس كتير تتكلم، ومش الفترة اللي فاتت بس، لا ده من ساعة ما كهربا جه النادي الأهلي الكل بيقول لك ايه كهربا ازمات كهربا هيمشي. في بعض الامور اللي حدثت والاهلي اعلن عنها بعقوبتها بكل شيء، لكن الفترة الاخيرة تحديدا النغمة هي مستمر ما بتتغيرش. كهربا ماشي، كهربا اصلا ما بيلعبش، اصلا متخانق مع موسيماني، اصل علاقته بالادارة سيئة، اصل ادارة النادي الاهلي عايزة تتخلص من كهربا. الصورة دي كفيلة بالرد على كل هذه الشائعات، علاقة ود وحب. وكمان تصريحات الكابتن محمود الخطيب عن كهربا في إحدى البرامج التلفزيونية قبل انتخابات النادي الأهلي الأخيرة كانت واضحة جدا جدا تجاه اللاعب أنه هو ملتزم وأنه هو لعيب مميز ومهم بالنسبة للنادي الأهلي. يعني العلاقة طيبة، الود موجود والحب موجود، ده أمر وده شق مهم، لكن في نفس الوقت الشق الأهم هو الجانب الفني، وده اللي بيختص بيه مستر بيتسو موسيماني، هو اللي بيحدد قراراته مين يلعب ومين ما يلعبش. لكن الاهم بالنسبه للجميع وكل من هو متواجد في قائمه النادي الاهلي ان هو يكون مركز ازاي يجد لنفسه الفرصه، ولما تجيله فرصه يمسك فيها بايده واسنانه كده زي ما احنا بنقول بالعاميه، علشان يقدر يشارك في القاب النادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي المختلفه. كلنا ثقه في كهربا، كلنا ثقه في كل زمايله في الفريق، ان شاء الله باذن الله يفرحوا جماهير النادي الاهلي يوم الاربعاء. ده أمر من الأمور المهمة جدا اللي حبينا نتكلم فيها وتعليق غاية في الأهمية بخصوص محمود عبد المنعم كهربا. طيب الأهلي واجه الرجاء المغربي في عدد من المباريات قبل كده، ومباريات كلها كانت أكيد مهمة.
في بالتحديد نسخه دوري ابطال افريقيا 1999 بدور المجموعات. انتهت مباراه الذهاب، دي كانت اول مباراه ما بين الاهلي والرجاء، بخساره الاهلي بهدف مقابل لا شيء، وكان جاب الهدف ده اللاعب خوباش لاعب الرجاء في هذا التوقيت. مباراه العوده كانت في المغرب وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، كان احرز هدف الاهلي في التوقيت ده محمد فاروق لاعب النادي الاهلي ومهاجم الفريق في هذا التوقيت. المباراه الثانيه كانت في نسخه 2002 بدور المجموعات، وانتهت مباراه الذهاب في المغرب بهزيمه الاهلي بنتيجه 2-1. مباراه الاياب تحديدا انتهت بالتعادل الايجابي 3-3. احرز اهداف الاهلي في التوقيت ده ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي السابق، خالد بيبو احد نجوم النادي الاهلي الكبار، كابتن احمد بلال كمان احد اللاعبين والمهاجمين المميزين جدا في تاريخ النادي، وكان سجل للرجاء كل من حميد ناطر وهشام بشروان احد النجوم المميزين جدا المعروفين بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، احرز هدفين في هذه المباراه. المواجهه الثالثه كانت بدور المجموعات في 2005. المباراه الاولى انتهت حضراتكم فاكرينها اكيد كويس جدا، كان في استاد المقاولون العرب، انتهت بقذيفه كبيره جدا جدا وقويه جدا من محمد شوقي، فاز بها الاهلي 1-0، اللي هو طبعا المدرب المساعد في جهاز المنتخب حاليا واحد نجوم النادي الاهلي التاريخيين في وسط الملعب. ومباراه الاياب برضو كانت مباراه مهمه، وكان الاهلي بيحاول من خلالها ان هو يحافظ على سلسله عدم الهزيمه المتتاليه في بطوله دوري ابطال افريقيا وفي البطولات الافريقيه المختلفه. كان تاخر النادي الاهلي بهدف وقدر قناص القناصين عماد متعب واهم من احد اهم لاعبي النادي الاهلي في خط الهجوم على مدار التاريخ ان هو يجيب هدف التعادل في اللحظات الاخيره، وكان تعادل غالي جدا وكانت مباراه كبيره قوي يعني. لو هنتكلم عن الرجاء شويه فخلينا اقول لحضراتكم بعض الارقام اللي تتعلق بالفريق عشان نحاول نقرا المشهد نستشف مدى جاهزيه الرجاء لهذه المباراه. الرجاء في الدوري المغربي بيحتل المركز الثاني، عنده 24 نقطه من 12 مباراه، فاز في 7 مباريات، تعادل في 3، هزيمه في مباراتين فقط، قدر ان هو يحرز 17 هدف عليه 8 اهداف. لكن كان مشوار الرجاء في الكونفدراليه الافريقيه في 2020-2021، لعب 13 مباراه، فاز في 9، اتعادل في 3، خسر في مباراه واحده، كان ليه 21 هدف وكان عليه 3 اهداف فقط، وده بالمناسبه يدل على ان خط الدفاع مميز جدا بالنسبه لفريق الرجاء. وزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه دي احصائيات فريق الرجاء في مشواره في كاس الكونفدراليه الافريقيه في الموسم الماضي، واللي من خلالها قدر ان يفوز بيها وبالتالي يتاهل للمواجهه المرتقبه يوم الاربعاء امام النادي الاهلي في السوبر الافريقي. لكن بالعوده للحديث عن موسيماني، وده جانب غايه في الاهميه، لان دايما في الحقيقه يعني اكيد ملاحظين ان اي اخفاق، او مش عايز اقول اخفاق، حتى لو تعادل يروح قايل لك ايه ده موسيماني مدرب سيء، ده موسيماني مدرب محظوظ، اصله الدنيا مش عارف ماشيه ازاي معاه، اصل الكلام بقى اللي هو ايه الغريب اللي بتسمعه ده. فانتوا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه دي ارقام موسيماني، الراجل مع الاهلي لعب كام ماتش لحد دلوقتي؟ 72 مباراه. هو بقى له قد ايه اصلا مع الاهلي؟ من شهر 10 اللي قبل فات، احنا في شهر 12، يعني بقى له سنه وشهرين، بقى له بالظبط 14 شهر مع النادي الاهلي. فبص بقى كده على الارقام، وارد تختلف في بعض الافكار، وارد تنتقد، طبيعي جدا ان مفيش حد فوق النقد، لكن الارقام هي اللي بتتكلم وهي اللي بتتحدث وهي اللي بترد، ده امر مهم جدا. فلعب 72 مباراه، فاز في كام؟ فاز في 50 ماتش، وتعادل في 18، وخسر في 4 مباريات. بالمناسبه الاربع مباريات منهم مباراه بايرن، اللي هو يعني من المنطقي ان انت تخسر قدام البايرن في كاس العالم يعني. ليه كام جون؟ ودي حاجه مهمه جدا وملفته جدا، جاب مع الاهلي 148 هدف في 72 مباراه، ده معدل عالي قوي، معدل عالي جدا. عليه كام جون؟ عليه 51. نامل ان الاهداف اللي بتهز شباك النادي الاهلي تكون اقل من كده شويه، لكن في نفس الوقت برضو معدل جيد. شباك نظيفه، قدر ان يخرج من حوالي 34 مباراه بشباك نظيفه، البطولات 5 بطولات مع الفريق، سواء فيما يتعلق بكاس مصر، كاس السوبر المصري، كاس السوبر الافريقي، 2 دوري ابطال افريقيا، ده بخلاف كمان برونزيه كاس العالم للانديه. فمشوار الراجل مع الاهلي مشوار مميز، بنامل وبنحلم معاه، وكل جماهير النادي الاهلي بتتمنى ان يكون في المزيد والمزيد من الالقاب
المزيد والمزيد من المباريات اللي بأداء مقنع. وفي الحقيقة احنا لامسين قوي هذا الموسم تحديدا أداء النادي الأهلي المميز في أول مباريات الدوري والانطلاقة الأكثر من رائعة. بتكسب كتير، واحنا متعودين دايما النادي الاهلي بيكسب، لكن المختلف السنه دي هو اداء النادي الاهلي بطريقه اللعب الجديده 3 4 3 بمشتقاتها، بالتعديلات اللي بتحصل في الشوط الثاني. والتعديلات دي ان دلت بتدل على ايه؟ بتدل على ان في مدير فني مركز، عارف ازاي يحل الغاز المباراه، ازاي يطلع من المباراه بالهدف المنشود وهو الفوز دائما، ودي ثقافه النادي الاهلي. على عكس، وانا حابب اعمل المقارنه دي في الحقيقه لان ده امر مهم وليس تقليلا من مستر كارلوس كيروش المدير الفني، ولسه هقول عليه مميز لمنتخب مصر، لكن الراجل عنده قناعات معينه مش عايز يغيرها، ودي سلبيه كبيره جدا عنده، وكان نتيجتها ان احنا خسرنا في مباراه كانت في المتناول، كنا نقدر نكسبها امام المنتخب التونسي. مع كامل الاحترام والتقدير للمنتخب التونسي والشعب التونسي، منتخب قوي جدا جدا، لكن بعض الافكار وبعض التعديلات اللي كانت يجب ان تحدث في الشوط الثاني هي اللي ادت لخروج المنتخب او لاقصائه قبل المباراه النهائيه. برده مش هقلل من كروش لان كل مدرب عنده سلبيات، لكن لما تيجي تعمل مقارنه ما بينه وبين موسيماني صاحب اكبر معدل من الانتقادات الغير متناهيه في الحقيقه، تلاقي ان موسيماني عامل شغل مميز، بيقدر يتحكم في المباريات، يقدر يقراها بشكل جيد. وارد جدا يكون غير موفق، وده طبيعي في كره القدم في بعض المباريات، لكن الاغلبيه بصراحه الراجل ماشي بشكل ممتاز. نتمنى له الاستمراريه على هذا المنوال لاسعاد كل جماهير النادي الاهلي. طيب هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينورني ويشرفني الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير، هنتكلم في تفاصيل كتير جدا ولسه معانا لقطات مهمه وعندنا كواليس اهم كمان هناك من قطر، وعقب وصول البعثه لمقر اقامتها هناك بالدوحه، وقبل ايام قليله من انطلاق مباراه الرجاء في السوبر الافريقي، تفاصيل كتير جدا هتكون معانا بعد الفاصل، وهتكون كمان من خلال الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلوني ارحب بالناقد الرياضي الكبير استاذ جمال الزهيري ضيفنا العزيز في هذه الفقره للحديث عن مباراه الاهلي المرتقبه امام الرجاء في السوبر الافريقي. استاذ جمال ازيك؟ اهلا كابتن امير، نورنا. الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الدنيا تمام؟ انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. متفائل ولا لا؟ ان شاء الله طبعا. ما هو التفاؤل شيء ضروري جدا، وان شاء الله دايما بيبقى مع الاهلي في تفاؤل ان شاء الله باذن الله تكون بطوله جديده ان شاء الله تضاف الى بطولات النادي الاهلي. كيف ترى هذه المباراه يا استاذ جمال طبقا للمعطيات اللي ممكن نكون بنتابعها دلوقتي؟ نعم. سواء فيما يتعلق ببعض الدوليين المتواجدين في مختلف المنتخبات في كاس العرب، او كمان بامكانيات فريق الرجاء المميزه جدا اكيد قبل هذه المباراه. 100% هي مباراه صعبه. صعبه. لازم تتعامل او نتعامل مع هذه المباراه لان هي مباراه صعبه مع منافس قوي برضو له رصيد كبير من البطولات. وعلى فكرة دائما بيكون سر تفوقك كنادي أهلي ان انت بتدي الاحترام لكل الفرق اللي انت بتواجهها. كويس. ما ينفعش ان انت تلعب مع فريق على انه فريق صغير، لانه ما فيش فريق صغير دلوقتي، وخاصة اذا كان له اسم زي اسم الرجاء. وبالتالي المباراة هتبقى ماراثون، يعني إن شاء الله تكون نهايته في مصلحة النادي الأهلي بإذن الله. يا رب بإذن الله. بإذن الله. لكن هي مباراة مهمة وصعبة، وزي ما بيقولوا كده احنا متعودين على إن النادي الأهلي في الصعب بيبان أكتر. يعني مع الفرق الكبيرة النادي الأهلي بيبقى أكثر قوة وأكثر تركيز، و بيبقى عنده إصرار على أنه هو يحقق البطولة. وزي ما أنت شايف بداية حتى الموسم هذا يعني العام، نقدر نقول النادي الأهلي أكثر تركيزا بعد ما حصل على بعض الراحة، نجومه استريحوا شوية بعد انضمام صفقات جديدة مميزة. فكل ده نقدر نقول أن هي عوامل بترشح النادي الأهلي إن شاء الله أنه هو يضيف لقب جديد إلى دولاب البطولات بإذن الله. يا رب بإذن الله. طيب عايز أتكلم بالتحديد عن سؤال شقين
وهو بيتعلق يعني بعض الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر. الدوليين مروا ببعض المنعطفات سواء فيما يتعلق باخفاق في كاس العرب او فيما يتعلق باجهاد تعرض ليه لاعبي النادي الاهلي سواء مع منتخب المغرب تونس وايضا منتخب مصر. هل الحاجات دي ممكن تاثر على النادي الاهلي في مباراه الاربع؟ لا، انا شايف ان هي ان شاء الله مش هتاثر سلبي، بدليل انه انا بشوف ان لعيبه النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي ادائهم بيبقى مختلف. ادائهم بيبقى في يعني لما تلاحظ كده، دي كانت لحظات الوصول يا استاذ جمال، لحظات الوصول للدوحه الفريق لمطار الدوحه. طبعا بقول لك لما بيبقى النادي الاهلي انا بحس ان لعيبه الاهلي بعد خاصه في وجود موسيماني بيلعبوا بارتياحيه كبيره جدا، بيلعبوا بمزاج. بحس ان بعض لعيبه الاهلي في المنتخب مش واخدين راحتهم للاسف، يعني محمد مجدي قفشه مثلا ما بحسش ان هو بيدي كل اللي عنده لانه متوظف بطريقه معينه. انا بقول ان دي بتاثر سلبا على الامكانيات اللي عنده. ونفس الحال بالنسبه لمحمد شريف نفس الحكايه. يعني انا بشوف ان محمد شريف عارف معمول في الملعب بيلف يعني مش لاقي نفسه، لان هو اساسا الراجل الخواجه كيروش مش بيلعبه في مكانه، ومع ذلك بحس ان هو شريف بيحاول ان هو يؤدي. يعني بمناسبه كيروش يا استاذ جمال، احنا برضو هنروح للمنتخب بس بعد شويه، لكن سؤال في النص كده بخصوص لا دي بقى لحظه انهاء الاجراءات. دي لحظات انهاء الاجراءات في مطار الدوحه قبل التوجه لمقر الاقامه، واحنا من شويه جبنا يعني لقطات لوصول الفريق لمقر اقامته هناك استعدادا او لبدايه الاستعداد لهذه المباراه. هل من المنطقي ان محمد شريف واحد على مدار موسمين في بطوله الدوري يا استاذ جمال جايب حاجه و30 جول سواء مع انبي وهو مهاجم او مع النادي الاهلي هداف الدوري السنه اللي فاتت 21 جول، هل من المنطقي ان انا اسيبه 3-4 مباريات في منتخب بيلعب كوينج بمهام طبعا انا بعتبر اهدافه الافريقيه واهدافه مع منتخب مصر ده نوع من انواع حرق اللاعبين. يعني انا بعتبر انه النهارده انت كمدير فني المفروض بتشوف اللاعب بتاعك بيتميز بايه وايه المكان اللي هو بيدي فيه اكتر، بتلعب مع او بتلعبه بناء على هذا مش بناء على وجهه نظرك انت بالظبط. يعني مش انت كمدير فني عارف عارف زي الساعه ماشيه بطريقه، انت عايز تمشيه عكس الساعه، عكس عقارب الساعه بالظبط. يعني هو اللاعب ده عدلته في الملعب محمد مجدي قفشه مثلا تحت المهاجمين في وسط الملعب، فمكانه غير ان انت تلعبه شمال او يمين بالظبط في المباريات. ونفس الامر بالنسبه لشريف، ده بياخد جهد كبير من اللاعب لانه بيحاول رغم ان هو مش مرتاح بيحاول يرضي المدير الفني او بيحاول ينفذ تعليماته. بينفذ التعليمات هو مجبر، ما هو مش بيرضيه يعني هو بيحاول ان هو ينفذ تعليماته ويجيد في المركز اللي هو بيشركه فيه اللي هو مش مركزه اصلا. انما لما يبقى عندك هداف من نوعيه محمد شريف، كل الخبراء امير وكل النقاد اجمعوا على انه ظهور محمد شريف في هذا المركز وتالقه كان بمثابه العثور على عمله نادره. يعني انت عندك دايما اللعيب الهداف راس الحربه ده بيبقى نادر لما بتلاقي واحد بتمسك فيه، وبالتحديد الفتره الاخيره احنا كنا بنعاني في المركز ده في منتخب مصر. دلوقتي بقى عندك شريف ومصطفى محمد وفي احمد ياسر ريان مثلا فجاه بقى عندنا 3 مهاجمين ما شاء الله. يعني فانت المفروض بقى تحافظ عليه، وحتى المدير الفني للمنتخب لما يجي يتولى المسؤوليه لاول مره مش مفروض ان هو يالف في مراكز اللاعبين، ده هو بيجيب اخر تشكيل المفروض. يعني انا بتكلم على الاساسيات، انت بتجيب اخر تشكيل وبتشوف اللعيبه بتجيد فين، وبعدين انت بقى لو عايز تضيف او تجود من حقك، لكن مش تجود ان انت تلعبه في مركز تاني. لا يعني ممكن تجرب مره اتنين لكن مش تفضل تلعبه في المركز ده. يعني مثلا اصرار كيروش على ان هو يلعب مروان حمدي في هذا المكان،
ممكن يكون مروان حمدي مهاجم كويس جدا، بس انت كده بتظلمه. يعني لما انت على طول حطه في هذا المكان في وجود واحد زي محمد شريف بيلعب مش في مكانه، انت اولا بتعمل نوع من المقارنه اللي هي ممكن تبقى مضره لمروان نفسه. بالظبط، بتحرق اللاعب. بص، هي مضره لمروان وبتحرقه، وايضا مضره لشريف. فهو ده الفكر يعني. طيب احنا هنستفيض في الحديث برضه عن منتخب مصر، لان ده امر مهم جدا ويهمنا كلنا احنا بنربط يعني. احنا بنربط بسبب ايه؟ بسبب ان ممكن عناصر النادي الاهلي يتاثروا معنويا شويه. لا انا شايف برضه هل ممكن يتاثروا معنويا يا استاذ جمال؟ لا انا شايف ان هم مع الاهلي ادائهم هيختلف. هيختلف لانه انا بقول لك، هو سواء قفشه او اي لاعب اخر بيلعب مش في مكانه الحقيقي مع المنتخب، وبعدين تيجي تلعبه في مكانه الاصلي بقى، لا بيحس، عارف، زي ما واحد بيلعب في مكانه ده مركزه. يعني بالزبط. يعني بيبقى حاسس بالفرحه كمان انه رجع مكانه. يعني اكيد وبعدين هو ده المكان اللي بيجيد فيه. اعتقد انه المحاولات او التجارب اللي بيعملها كيروش مش هيبقى لها تاثير ان شاء الله، مش هيكون لها تاثير سلبي باذن الله على اداء لاعبتنا ان شاء الله. طيب عايز اتكلم شويه عن موسيماني وكيف تقيم تجربه موسيماني مع النادي الاهلي حتى الان، واوجه الاختلاف ما بين موسيماني الاهلي الموسم الماضي وموسيماني مع الاهلي هذا الموسم، والانطلاقه المميزه في الدوري تحديدا بست انتصارات متتاليه وحاجه، واداء كمان كان اكثر من رائع. شوف، موسيماني منذ بدايه يعني انضمامه للنادي الاهلي نقدر نقول ان هو مدرب او مدير فني على مستوى عالي حتى من قبل ما يجي، لكن هو جه زي ما قلنا تجربته مع النادي الاهلي فيها قدر كبير جدا من الحب والرغبه ان هو ينجح. طبعا ونجح فعلا مع النادي الاهلي بلا شك. وهناك بعض الناس اللي بيحاولوا ان هم يهزوا هذه الصوره وده كلام غير حقيقي. بس المحاولات مستمره يا استاذ جمال، يعني ليه مستمره على مدار فترات طويله رغم ان في الفترات دي الراجل بيجيب بطولات وبيكسب ماتشات وباداء كويس، ايه التفسير من وجهه نظر حضرتك؟ التفسير اصلا ممكن يكون في بعض الناس الكارهين اصلا لانه النادي الاهلي ينجح، او لان المدير الفني موسيماني ينجح مع النادي الاهلي، فهتفضل المحاولات دي، يبقى هو واخد مثلا كل البطولات وبعدين يخسر مثلا مباراه السوبر المحلي فيبتدي الكلام على ان هو لا ده المدرب ما ينفعش. مفيش كلام من ده، ما تقدرش تحكم على مدرب غير بمجموع الاداء بتاعه، مجموع الناتج اللي هو بيقدمه للفريق. ولذلك انا بشوف ان موسيماني ناجح بالارقام. يعني انت يمكن قلت بعض الارقام من شويه ممكن تكون برضو 72 مباراه بيتخللها عدد كبير جدا من الانتصارات، وده امر طبيعي مع النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت عدد كبير جدا من الاهداف بخلاف البطولات اللي حققها بالظبط اخفاقات. يعني الراجل لعب بالظبط اهو يا استاذ جمال 72 ماتش، 50 فوز 18 تعادل، وبعدين ال 18 تعادل دول هتلاقيهم برضو في الادوار اللي هي فيها تجميع نقاط. يعني مش يعني ما بيبقاش تعادل مضر يعني. عندك بس في بعض التعادلات اللي كانت مؤثره على الاهلي في الدوري، بطوله الدوري في الدوري اللي هي برضو كان لها اسباب. يعني لو لما تركز عليها هتلاقيها مش طبيعي ان الاهلي في الظروف العاديه كان يخسرها النقاط دي او يتعادل. يعني كان في اسباب كتير قوي يعني اسباب خاصه بالجانب التحكيمي، وده مش مبرر ده اللي بنتكلم فيه في الحقيقه. لا، وهو جانب الاجهاد والارهاق، والاجهاد ده كان انضمام عناصر في المنتخب الاولمبي طبعا كان مؤثر، حاجات كتير يعني بلا شك. طبعا مشواره خلال المده دي كلها 4 هزائم، يعني تقدر تقول عدد قليل، عدد قليل جدا. طبعا يعني مثلا من ضمن الاشياء المهمه الارقام ان الاهلي مع موسيماني احرز 148 هدف، عدد مهول في الحقيقه، عدد مهول مش قليل. لو تلاحظ مباريات كتير ويمكن حتى مباريات الموسم الجديد باينه اللي هي كلها باهداف كتير، وهو بيحاول يخلي فريق النادي الاهلي على طول يحرز، يبقى فريق هجومي. يمكن اللي بيتاخد عليه احيانا انه بيحرز اهداف كتير وعلى حساب الجانب الدفاعي. فدي ممكن تكون
في بعض الحالات مشكلة، لكن لو هي ما بتؤديش للخسارة مش مشكلة. يعني لو هو بيكسب 4-2 يبقى الأهم إنك 5-3 2-4-2 ممكن تبقى طبيعية، طالما في الهدف النهاية بيتحقق. طالما في النهاية الفوز بيتحقق يعني. طبعا خمس بطولات مع النادي الأهلي في هذه الفترة، أعتقد إن هي برضو محصلة قوية جدا، ولذلك تقييمنا لموسيماني أعتقد إن هو امتياز. يعني لو هتديله بقى تقدير هتديله ايه؟ امتياز. طبعا طبعا امتياز، ارقامه بتقول كده، ارقامه احنا مش بنجيب من عندنا ومش بنجامله. وفي الفتره اللي جايه اعتقد خصوصا بعد خساره الدوري بطريقه غير معتاده، اعتقد انه هيبقى في حرص الفتره القادمه. هو وصل اليه كمان القناعه والاحساس بان الاهلي مش عايز يخسر طبعا، او جمهور الاهلي مش عاوز فرقته تخسر اي بطوله. يعني قد يكون اي مدرب، دي ثقافه جمهور الاهلي. يعني ممكن اي مدرب اجنبي يجي يقول لك يا عم طب وايه يعني، ما انا بكسب ايه يعني لما اخسر بطوله في سبعه او في سته. وفي الحقيقه هي دي كره القدم، لكن هي ميزه جمهور الاهلي ان ثقافته ان دايما تكسب، عشان كده انت بتحقق انتصارات عددها كبير قوي رغم تفاهم. بس خلي بالك هي دي الثقافه، هي دي امير الثقافه الصح، الصح واللي بتنجح. انت لما بتلعب دايما على الفوز، لو حصل لا قدر الله اي اخفاق بيبقى اخفاق مؤقت. بالظبط. ليه؟ لانه اللعيبه اصلا بتلعب وفي حساباتها دائما انها تنزل تكسب. فده شيء كويس، عارف اللي بيلعب للمكسب. بالظبط. لو ما كسبش ممكن يتعادل. لو خسر بتبقى حادثه. بالظبط، صح بلد كده. صح. يعني ده امر مهم في الحقيقه. احنا يعني هيكون عندنا كواليس كتير جدا جدا على مدار الفقره النهارده او مدار التغطيه الخاصه النهارده بخصوص بعثه النادي الاهلي في قطر وبدايه الاستعدادات للمباراه المرتقبه امام الرجاء المغربي في بطوله كاس السوبر الافريقي باذن الله يوم الاربعاء الجاي الساعه 7 على استاد احمد بن علي. فبالتالي كواليس كتير قوي. الريان في الدوحه قطر، ولحظات اكيد مهمه هتكون معاكم على مدار هذه الفتره على شاشه قناه الاهلي. بالتالي خليني اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه النادي الاهلي في الدوحه، ومعاه لقاء غايه في الاهميه مع واحد من كباتن النادي الاهلي واحد ابرز نجومه رامي ربيعه مدافع الفريق. نشوف تصريحات رامي مع كريم ونرجع مره ثانيه. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وجمهور النادي الاهلي العظيم، اجواء وكواليس خاصه للسوبر الافريقي، الاهلي ورجاء المغرب ان شاء الله باذن الله كل التمنيات وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي. قدرنا ان احنا نرفع الكاس في البطوله الماضيه، وان شاء الله باذن الله باصرار اللاعبين الرجاله وجمهور النادي الاهلي اللي عندنا امل كبير جدا يملا استاد احمد بن علي يستقبل هذه المباراه. لكن كل الامور دي بقى الحقيقه هنتكلم معاه مع واحد من النجوم، واحد من كباتن النادي الاهلي، صاحب الروح الكبيره والاصرار الكبير، كابتن رامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي. كابتن رامي برحب بيك في البدايه، والاجواء السوبر مش بعيده علينا، ويمكن احنا حضرنا نفس الاجواء، يمكن انا كمان كان لي الشرف كنت متواجد معاكم في السوبر الاخير. الاجواء شايفها ازاي؟ التحضيرات شايفها ازاي؟ حطينا كده في الاجواء كابتن رامي، ومتفائل وشايف الامور ازاي الفتره دي؟ انا هبدا من ناحيه الجمهور طبعا، يعني اتمنى الجمهور يبقى مالي الاستاد، ده بيدي النادي الاهلي دفعه قويه جدا. مش متخيل الحماسه والروح اللي بنلعب بيها لما بنلاقي جمهور. يعني حتى شفنا الجمهور في مباراه منتخب مصر عملوا مباريات كويسه بصراحه، ويعني تمنى لهم الخير كلنا، وان شاء الله يكملوا على كده باذن الله وربنا يكرمهم. نقفل صفحه المنتخب طبعا، نركز مع النادي ان شاء الله، نحاول نضغط نفسنا عشان نفرح الجمهور، لان ده الضربه الواحده بالنسبه لنا ماتش السوبر ده. يعني انا من 2009 2010 في النادي الاهلي، يعني مر علينا ماتشات كتيره، بس دايما ماتشات السوبر دي اللي بيخطف بيكسب، يعني زي ما بيقول لك كده اخطف واجري. فهي ماتشات بتبقى حساسه شويه وبتبقى ضغطه على اللعيبه اكتر. يعني كنت بفتكر زمان لما اللعيبه بتتجمع او بنقعد مع بعض ايام جيل ابو تريكه، طبعا كابتن ابو تريكه وكابتن وائل جمعه وكابتن محمد بركات، كان يقول لك الماتشات دي اللي يركز فيها من اول دقيقه ويبقى داخل الماتش بتركيز 100%، مش مركز في حاجه غير انه يجيب اول هدف، ده اللي بينجح يعني. فاحنا لازم ده يبقى تفكيرنا، ولازم يبقى ده اصرارنا، ولازم نفرح جمهورنا، ولازم نفرح نفسينا، ان ده بالنسبه لنا هتبقى بدايه موسم جديده، لازم يبقى بدايه بطوله مهمه جدا هتفرق معانا وهتفرق مع كل واحد في الفرقه، فدي هتفرق معانا جدا.
ويعني اتمنى التوفيق للفرقه كلنا، كلنا بنلعب تحت اسم النادي الاهلي، مش فارق مين بيلعب ومين بره. الدنيا اللي منجحها النادي الاهلي او منجحها الروح النادي الاهلي من زمان، اتعلمنا كلنا واحنا طالعين من ناشئين. يعني انا طالع من ناشئين، انا بلعب في النادي الاهلي من عندي كام سنه، من انا عندي 9 سنين، فمتعلمين واحنا صغرنا ان مش فارق انت اللي بيكسب البطوله النادي الاهلي، الاسامي كلها بتتغير والمنظومه، هو النادي الاهلي انت بتشتغل عشان خاطر النادي الاهلي. فده اللي احنا متعلمين فيه من واحنا صغيرين وكبرنا عليه، ويعني لما طلعت الدرجه الاولى بداوا ياخدوني في السكه دي، فخلاص بقيت انت قلبك مع النادي الاهلي. يعني بتبقى مش شايف غير الماتش ان لازم نكسب، مش فارق مين، مش فارق مين يلعب مين يقعد. فاحنا بصراحه مركزين جدا زي ما قلت لك ان مباراه الفرصه الواحده لازم تبقى مركز لها، وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله ما يميز النادي الاهلي القائد، لكن احنا عندنا اكتر من قائد الحقيقه، عندنا ربيعه وليد سليمان السليه، كل مش عايز ايمن اشرف الشناوي، لكن انا هخص تحديدا السليه. يمكن السليه شاره الكابتن شفناها عليه في المنتخب، الحقيقه هو عنده اصرار كبير وعنده روح كبير جدا 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 وبانت عليه بشكل كبير جدا. اما بيبقى عندنا اكتر من قائد رامي في فريق زي النادي الاهلي ده، ده مردوده ايه على اللعيبه ومردوده ايه على البطوله؟ ده ينجح الفرقه. انت عندك كذا قائد، عندك كذا فكره، عندك كلنا بنساعد بعض، ده معنى ان ما فيش واحد ليه كلمه. يعني كلنا بنناقش بعض، كلنا بنوصل المعلومه لبعض، كلنا مش شرط اللي انت قلتهم، في لعيبه تانية يعني انت ما ذكرتهمش. هو انا شايف كهربا مركز قوي معانا، فيا ريت ده اهو قائد، مش هقول بقى على الميعاد بقى، هتجوز انا وانت في يوم واحد. هتجوز امتى؟ هيتجوز قريب هو الف، ده انا هولع له بفرح انا وهو في يوم واحد. لا فانت زي ما شايف الروح ما بيننا، يعني احنا بجد مش بنمثل، بس احنا فعلا فعلا الروح ما بيننا كويسه جدا. مفيش فرق بين قائد ولا حد، يعني لما بنقعد اجتماع كلنا ما بيننا وبين بعضينا، اللي بيبقى عايز يقول حاجة بيقولها من قلبه، لأن هو شايف مصلحة الفرقة فين. هو ممكن يبقى ليه وجهة نظر محدش شايفها، فهو ممكن يوصل لنا حاجة احنا يعني مش شايفينها، أو فده ده دي حاجة تنجح النادي الأهلي. زي ما قلنا في الأول وفي الآخر مصلحة الأهلي هي اللي فوق أي حاجة، مصلحة الأهلي طالما ماشية الجمهور هتلاقي سبورت ليك، هتلاقي انت كمان مبسوط وبتلعب وانت مبسوط، فكل ده في مصلحتك لما تفرح الجمهور، كل ده في مصلحتك برضو. فانا شايف ان السولية بصراحة يعني اظهر بطولة، يعني ما شاء الله خد عليه، يعني خد احسن لاعب في مباراتين، يعني ما شاء الله ما شاء الله، وعنده قوة تركيز ان هو ضربة الجزاء اللي جات يعني برضو حساسة جدا وفي توقيت صعب، فكل ده يعني ربنا كافه ان هو خد احسن لاعب في مباراتين. بس هي سوء حظ، الكرة هي الكرة كده، يعني الكرة عمر، انا بالنسبه لي الكوره زي الحياه ما بتديش كل حاجه، يعني اكبر مثال للحياه هي الكوره. يعني يوم ما تبقى في احسن حالاتك لازم يجي لك دروب تقع، بس الراجل واللي مسؤول قوي يقدر يرجع تاني للتراك اللي هو كان ماشي فيه. فنتمنى الخير، وخلاص دي صفحه واتقفلت بالنسبه للسوليه. ويعني هو طبعا يعني انت زي ما شايف كلنا ما فيش حد معصوم من الخطا، كلنا بنغلط وكلنا وقعنا في المشاكل دي، وانا وقعت في المشاكل دي قبل كده، وكل الناس وقعت في الغلط ده طبيعي. فخلاص بقى يعني بنعدي وبنركز، لو كسبت ماتش السوبر هتلاقي الناس برضو بتتكلم عنه كويس، وهو راجل عمل موسم وعمل مواسم مش موسم اكثر من رائع. فنتمنى التوفيق لينا، وان احنا جروب زي ما انت شايف مع بعض كلنا، اللي شايف حاجه غلط بيقولها واللي شايف حاجه صح بناكد عليها. فاتمنى التوفيق، واتمنى ان احنا نفرح الجمهور الاهلي ان شاء الله. يمكن كابتن رامي احنا استغلينا الفتره اللي فاتت بمباراتين وديتين مميزين جدا، طبعا الاولى طلع الجيش والثانيه سموحه، بعيدا عن النتيجه لكن فيها استفادات فنيه، الوقوف على حاله اللعيبه، لان المنافس قوي وعنده مردود جماهيري قوي جدا، هو مباراه الرجاء، فيمكن اكيد كانت استعدادات قويه جدا. الاستفاده كانت ايه من المباراه دي من وجهه نظرك كابتن رامي؟ زي ما انت قلت يعني مباراه الرجاء يعني فرقه محترمه جدا، فريق شرس ما شاء الله عليهم، جمهورهم برضو يعني خلي بالك دايما بتحس ان الرجاء والاهلي جمهورهم متفاهم مع بعض، ما فيش مشاكل ما فيش اي حاجه، بس هي فعلا فرقه محترمه. الاستعدادات اللي احنا عملناها يعني كان ماتش الجيش طلائع الجيش وماتش سموحه قريبين شويه من الشكل الرجاء، لان هم ساعات بيقفلوا ساعات بيهاجموا، فانت قابلت فرقتين، فرقه بتقفل وفرقه بتهاجمك، فانت بتحاول توقف اللعيبه كلها
بنفس الفيتنس او بنفس كان وجهه نظر المدرب بيتسو موسيماني طبعا ان هو يوصل اللعيبه كلها اللي بره واللي جوه ان هو يبقى داخل في فيتنس الماتشات. فطبعا حاجه تحسب له ان هو يقربنا كلنا من بعض بحيث ان احنا نبقى زي اللعيبه اللي كانت في المنتخب، فنبقى ماشيين كلنا على رتم واحد ونبدا التمرين كلنا مع بعض ان شاء الله في قطر. فهي يعني مباراتين استفدنا منهم كتير، وكان الشكل برده في الاول بعطلاء جيش ما كانش فيه انسجام قوي بالنسبه للعيبه، لان في لعيبه كتير قوي ما بتلعبش مع بعض بقى لها فتره. ماتش سموحه كان الاداء احسن وكان اللعب اقوى وكان الهجوم بقى احسن، فانت طبيعي انك اللعيبه لازم تتجانس مع بعض وتلعب مع بعض فتره كبيره، فده كان مهم لينا وهو حقق لنا التجانس مع بعض ده. نفس الكواليس ونفس الاجواء ونفس وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه طبعا مع النادي الاهلي، اب الكل الاهلاويه ورمز الكل الاهلاويه، ليها رساله وليها مردود كبير، ويمكن حضرناها رامي يمكن المباراه الاولى. بتشوف الاجواء دي بتتكرر تاني؟ مدينا تفاؤل ان شاء الله رامي المباراه دي. طبعا قبل ما اقول اي حاجه على كابتن محمود الخطيب ببارك له طبعا هو ومجلس الاداره، وطبعا يسعدنا ان احنا نبقى معاهم تاني، مجلس محترم مبروك ليهم ومبروك علينا ان احنا موجود معانا مجلس محترم. فطبعا وجوده بيفرق معانا، يعني حتى وجوده اول ما بيدخل الطياره انت زي ما بتاخد بالك بيجي يسلم على الاستاف كله، كله باللعيبه بكله، يعني كلنا واحد. فدي حاجه بتدينا دفع ان انت قريب من اللعيبه، حاسس باللعيبه، وخصوصا هو ادرى واقوى واحد عارف ان منتاليتي اللعيب بيفكر ازاي، هيبقى حساس ازاي، فهو بيقرب من اللعيبه قوي قوي قوي. دي حاجه تحسب له، وهو الراجل يعني ما سابناش لحظه بطوله افريقيا السنه اللي فاتت بصراحه، زي ما انت كنت بتشوف في اي ماتش بيبقى موجود معانا، بيبقى سبورت لينا دايما. وطبعا اتمنى له طبعا التوفيق، واتمنى لفرقتي كلها التوفيق، ونبقى كلنا راجعين مبسوطين ونفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كلمه اخيره لكل الجمهور، اتحرمنا منه في الفقاعه المره اللي فاتت، لكن المره دي ان شاء الله بقى بنتمنى ان يكون الاستاد احمد بالعالي اسامه المباراه كامل بجمهور النادي الاهلي. كابتن رامي ربيع كابتن فريق النادي الاهلي، تقول لكل الجمهور اللي ان شاء الله يكون هو صاحب البصمه صاحب السعادة ان شاء الله زي ما لعبت النادي الاهلي معاه. يعني الجمهور ده بصراحه جمهور الاهلي احسن جمهور شفته في حياتي، يعني عمري ما انسى مباراه السوبر مع الزمالك كسبناها 2-1 3-1 بجون الاخير بتاع مؤمن زكريا، يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى معانا دايما كده. كان جمهور برده الزمالك يعني كان في حماسه في المباراه، بالنسبه لي كانت دي احسن مباراه، فاتمنى وجودهم طبعا سبورت لينا دايما ودايما جنبنا، واحنا بنوعدكم ان احنا دايما في ظهركم زي ما انتم في ظهرنا دايما، ودعواتكم ان شاء الله ونرجع بالسوبر كلنا ونبقى مبسوطين باذن الله ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. نشكر اكيد كابتننا الكبير وكابتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي ربيع على هذه التصريحات، وان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره وعندنا امل كبير جدا في لعيبتنا في جمهورنا ان شاء الله باذن الله يوم 22 ترفع كاس البطوله على ايد النادي الاهلي الشناوي السلية ايمن وليد ربيع كل ان شاء الله كباتن النادي الاهلي يكونوا في لقطه كبيره، وتكرر اللقطه الشهيره من وليد سليمان بان كل اللعيبه تلبس الكابتن محمود الخطيب كل الميداليات زي ما شفناها في لقطه اكثر من رائعه، ان شاء الله باذن الله تكرر هذه اللقطه في حضور جمهور النادي الاهلي العظيم. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد عمل لقاء مميز جدا مع رامي ربيعه، لكن في تصريحات مهمه من رامي يا استاذ طبعا. جمال، وهي بتتعلق بالروح طبعا. ما بين اللاعبين، يعني رامي بقى له فتره ممكن ما يكونش بيشارك، لا العلاقه ما بينه وبين كهربا دوره كقائد للفريق من خلي بالك دي مهمه قوي، النقطه دي مهمه قوي. اللعيب اللي ما بيلعبش في النادي الاهلي بيبقى قلبه وكل كيانه مع زمايله، الروح، وده شيء مهم قوي، لان انت لما تبقى بتلعب وزمايلك بره بيشجعوك وبيسندوك وبيدفعوك للامام، دي مهمه جدا طبعا. غير ان تلاقي دكه بتغلي واللعيبه في الملعب وكل واحد يقول اشمعنى انا، الكلام ده ممكن تلاقي واحد يتمنى لزميله ان هو ما يبقاش موفق عشان مثلا عشان هو ياخد فرصه، ما بيحصلش في الاهلي، كان ده صعب. ده الحمد لله ما بيحصلش في النادي الاهلي، وانا بعتقد ان ده سر نجاح النادي الاهلي وسر تمسك اي لاعب وفرحته بانه يجي النادي الاهلي. يعني حتى اللعيبه اللي كان لهم تجارب خرجوا من النادي الاهلي فتره ورجعوا بيعرفوا الفرق ده، يعني مثلا حد زي محمود كهربا مثلا لما رجع عارف ان هو حتى لو مش بيلعب بشكل اساسي في فتره معينه هو اي بطوله بتحسب كمان ليه اكيد. يعني هنا ده بيخلي الروح العامه جوه الفريق هدفها
ان الناس اللي جوه الملعب دول اللي تم اختيارهم يلعبوا يكسبوا، يعني بيتمنوا ان هم يكسبوا، بيتمنوا لبعض الخير. وهو قال نقطه برضو مهمه، وهي يعني رغم انها بديهيه لكن مهمه قوي، ان وجود الكابتن محمود الخطيب على راس البعثه وفي وسط اللعيبه بهذا الشكل اللي فيه تلاحم كبير جدا، اعتقد ده بيعمل دفعه معنويه، يعني من البدايه كده اعلان انه يا جماعه احنا عايزين منكم البطوله بالظبط، وانا جاي بصفتي بنوب عن مجلس اداره النادي الاهلي وبنوب عن جماهير الاهلي بالظبط، وجايب لكم الرساله دي، فده شيء مهم قوي، وان شاء الله باذن الله يعني تنجح او تصل او الرساله واصله. يعني هو الدافع كمان الاكبر هو الحفاظ على اسم النادي الاهلي واستمراريه الالقاب والبطولات من خلال مباراه مهمه جدا ولقب قاري غايه في الاهميه. ان شاء الله نتمنى للاهلي كل التوفيق في هذه المباراه. لسه عندنا تفاصيل وكواليس كتير جدا مع الاستاذ جمال الزهيري، ولقاءات كمان من هناك من قطر، واستعدادات مهمه هنتابعها لحظه بلحظه. هنروح لفاصل الاول وبعدين نرجع نكمل. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في هذه التغطيه الخاصه لكواليس بعثه النادي الاهلي في قطر بعد الوصول من حوالي ساعتين قبل دلوقتي للدوحه عشان تبتدي الاستعدادات للمباراه الاهم جدا يوم الاربعاء القادم امام الرجاء المغربي في السوبر الافريقي. من اهم الاخبار في الحقيقه هي انضمام بدر بنون لبعثه الفريق بشكل رسمي من دقائق معدودة بعد انتهاء طبعا مشواره مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب، واللي في الحقيقة شهد التألق كبير جدا لبدر بنون سواء كقائد أو سواء كمان على المستوى الفني على مدار أربع مباريات للمنتخب المغربي في هذه البطولة. قدر أنه يحرز فيهم حوالي ثلاث أهداف وأدى أداء مميز جدا. وأعتقد يا أستاذ جمال بدر عنصر مهم وفعال في صفوف الفريق. طبعا طبعا بدر لاعب إضافة كان كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي، وأعتقد أنه برضو الأداء اللي احنا شفناه منه مع منتخب المغرب أنا بقول أنه هو نتيجة لتطور المستوى اللي حصل له مع النادي الأهلي. يعني عارف لما بتلعب مع فريق بطولات أنت بتحاول كلاعب أن أنت تبقى أفضل أكيد وتجود يعني. فأعتقد أن ده فايدة مزدوجة سواء من النادي الأهلي للمنتخب المغربي أو تألقه مع المنتخب المغربي برضه هيديله جزء كبير من الثقة في الماتشات القادمة مع النادي الأهلي. ومباراة خاصة بالنسبة له أمام الرجاء طبعًا فريق السابق طبعًا يعني طبعًا، لكن هنا بقى الكرة ما أكيد يعني ما بتعرفش العواطف يعني أكيد أكيد يعني إن شاء الله. في النهاية المفروض إن هو لاعب محترف وينتمي الآن للنادي الاهلي اكيد، فده مش وانا في الحقيقه يمكن تواصلت مع بدر بالمناسبه في الجزئيه دي تحديدا في فتره كده كان طلع عليه فيديو والفريق الرجاء فاز في بالبطوله العربيه لما يكون ما بيلعبش مع الاهلي وكان بيتفرج وفرحان جدا ومبسوط، فالناس انتقدت الموضوع ده. انا تواصلت معاه ساعتها الراجل قال انا كنت موجود في الرجاء فريق وانتمائه كتير ده كان دلوقتي انتماء للنادي الاهلي بالزبط. وحموت نفسي في ماتش السوبر يعني ده اكبر ولما يكون ما فيش تعارض انتماء وارد انك أكيد. تعبر عنه اكيد طبعا يعني، لكن مش اللي هو مش طبيعي بقى ان هو يبقى في الاهلي ويتعاطف مع الرجاء واعتقد ان ده لا يمكن حدوثه يعني ده راجل محترف واهلاوي وغير كده حتى لو هو رجاوي يعني انما هو الان ليس رجاويا هو الان أكيد. اهلاويا أكيد. أكيد. فلابد الف به احتراف والف به كره قدم ان هو انتمائه الان للنادي الاهلي وعندي مباراه على بطوله طبعا فالموضوع ده مختلف يعني. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في هذه المباراه. دي صور او صوره لبدر بنون عقب وصوله لمقر اقامه النادي الاهلي وبعد انتهاء مشواره مع المنتخب يلتحم بالكتيبه طبعا ده امر مهم جدا نتمنى له يا رب هو وكل زمايله كل التوفيق. طيب خلينا نروح نشوف لقاء مهم جدا من خلال زميلنا العزيز كريم احمد، لقاء مع حسام حسن وافد النادي الاهلي الجديد والجاهز جدا لهذه المباراه. تعالوا نشوف.
مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اجواء خاصه ولحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي، السوبر الافريقي، الاهلي والرجاء المغربي، كل التمنيات ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه اللي محتاجه تركيز كبير جدا. ودي الحاله الحقيقه اللي احنا رصدناها مع فريق النادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا على الطائره في هذه اللحظات، ان شاء الله باذن الله يستمر معسكر فريق النادي الاهلي حتى موعد المباراه. ينضم لنا ايضا كمان في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون له دور كبير وفعال مع الدعم الكبير ومع مساند الجمهور النادي الاهلي، حسام حسن. برحب بيك حسام في البدايه، وان شاء الله باذن الله مباراه الرجاء تكون من نصيبنا. حاله تركيز كبيره جدا مع اللعيبه، حضرنا بشكل جيد جدا في المباراه الوديه. حطنا حسام في الاجواء وبتشوف الخطوه دي بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي ازاي حسام؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا حابب ارحب بيكم في الاول على قناه النادي الاهلي، واللي هي دايما داعم لينا طبعا ودعم للعيبه والجهاز الفني والجماهير طبعا. ان شاء الله الماتش دوت احنا داخلين مركزين بقالنا فتره كبيره من بعد توقف الدوري، وفي ظل ان في انشغال دولي دلوقتي مع منتخب مصر، فاحنا بنتمنى برضو اللعيبه اللي موجوده في المنتخب بنتمنى لها التوفيق. احنا الفتره اللي فاتت كلها شغالين ومركزين، حتى في الماتشات الوديه مستر موسيماني اتكلم معانا ان مع كل اللعيبه ان كل اللعيبه لازم تاخد نفس الحمل ونفس التركيز عشان ده ماتش نهائي ومحدش عارف بعد كده هيبقى في ايه. فاللعيبه كلها بصراحه مركزه ان هي تعمل حاجه، ولان الماتش مش هيبقى الاسم على اتنين، فكل التركيز برضو احنا لازم نتعلم من السوبر المصري اللي احنا يعني خسرنا فيه بركلات ترجيح. فده كل اللعيبه مركزه في النقطه دي، وان شاء الله ان احنا نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ونسعد نفسينا واهالينا واصحابنا اللي احنا نقدر نعمل لهم حاجه. ودايما احنا عاوزين نشوف دايما جمهور النادي الاهلي دايما مبسوط، هو ما بيقبلش غير بكده. فان شاء الله احنا بنوعدهم ان احنا مش هنبخل بنقطه عرق، اللي احنا نقدر نسعدهم ان شاء الله. لحظه الكدمه ولحظه حسام يمكن قلقت الناس بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله طمنا. هي يمكن كان في سوء توفيق، لكن ان شاء الله سوء التوفيق ده يكون مردود وحسام بعلك في المباراه دي. قول لي اللحظات دي كانت ايه واتحطيت في الاجواء دي ازاي؟ والله الحمد لله انا بحمد ربنا اللي هي جت يعني كانت حاجه في الاربطه خفيفه. انا بحمد ربنا وبحمد ربنا ان الواحد شاف حب الناس اللي هي كانت داعم ليا، اذا كان من جمهور العادي وجمهور النادي الاهلي اللي دايما داعم ليا، حتى انا لسه يمكن ما شاركتش بصفه اساسيه مع الفريق، فانا ده حاجه ساعدتني وخلتني وحطتني تحت مسؤوليه اكتر ان انا لازم اكون موجود وموجود بقوه عشان اقدر افيد النادي الاهلي واستفاد مني واللعيبه ان شاء الله بمساعده اللعيبه ومساعده يعني اهم حاجه التوفيق ده من عند ربنا، بس ان شاء الله الواحد يعمل حاجه ليهم ويكون اضافه كويسه يعني ان شاء الله. صعوبه المباراه بتشوفها ازاي؟ يمكن نادي الرجاء نادي جماهيري ويمكن نادي بطولات برده كمان، لكن النادي الاهلي هو النادي الاهلي الاقوى والنادي الاهلي هو صاحب البطولات الكبيره جدا. بتشوف المباراه ازاي في ظل اجواء جماهيريه متوقعين ان في جمهور من الرجاء وجمهور اكبر ان شاء الله من النادي الاهلي؟ والله هو النادي الاهلي دايما بيلعب الماتشات النهائيه وعارف هو عاوز ايه، واحنا هندخل احنا كلاعيبه احنا مركزين مع تعليمات مستر موسيماني وان شاء الله ننفذ اللي ان شاء الله يقول لنا عليه واللي احنا نقدر ندخل يعني احنا مش هيبقى الماتش مش هيبقى الاسم على اتنين، احنا لازم ان هو واحد هيطلع كسبان، فان شاء الله يكون المكسب يكون حالفنا ونقدر نرجع مبسوطين ونسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. استفدنا على ما اعتقد احسن من مباراه الطلائع ومباراه سموحه الحقيقه الوديتين، لان كان لازم موسيماني بالحقيقه يقف على الحاله البدنيه والحاله الذهنيه ومدى جاهزيه اللاعبين. مدى الاستفاده من وجهه نظر كابتن حسام ايه في المباراتين؟ طبعا هو ماتش السوبر علمنا بصراحه قبل ما ندخل الموسم الدوري، خلانا مركزين جدا، خلانا نبدا بدايه قويه في الموسم عشان جمهور النادي الاهلي يكتسب ثقه اللعيبه تاني، واللي احنا نقدر زي ما في لعيبه كتير ظهرت من الجداد برضو واللعيبه كلها القدام ما شاء الله يعني ان هم مركزين ولمين بعض كويس ولمين الفرقه، فده حاجه فرقت معانا الحمد لله وهي باينه على النتائج الفتره الاخيره. فده ان شاء الله الماتش الجاي هو ده غير الدوري تركيز تاني، وان شاء الله نقدر يعني نفرض السيطره من البدايه ان شاء الله ونكسب الماتش ونرجع ان شاء الله مبسوطين، ده الاهم يعني ان شاء الله.
وجود الكابتن الخطيب ومردوده ورسالته المهمة جدا وتواجده، لأن هو بيتواجد على طول في المباريات الكبيرة ويدي رسالة بشكل كبير جدا للعيبة، شفتها ازاي في عينيه؟ ويمكن كمان سلامه مع اللعيبة في الطريق حسام، أما أعتقد الكلام ده بيبقى ليه مردود كبير جدا على كل اللعيبة. طبعا طبعا كابتن خطيب أسطورة من أساطير النادي الأهلي، ده بلا شك يعني كابتن محمود داعم لينا حتى واحنا في التدريب، بيجي يتفرج على الفرقة ويطمن على اللعيبة و... لا دي حاجة، ده دعم قوي، ودي لما يكون أسطورة النادي الأهلي بتدعم كل لاعب من الفرقة، فده حاجة بتدي ثقة وبتدي حاجة كويسة وبتدي روح كويسة في بين اللعيبة وبين الجهاز، فده إن شاء الله يكلل مجهودنا ويكلل مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني والجهاز الطب والإداري بحاجة تليق بالنادي الأهلي، وإن شاء الله مش هنتنزل عنها إن شاء الله البطولة، ونرجع كسبانين يا رب إن شاء الله. أحسن مش طول عليك، لكن رسالة لكل جمهور اللي بيدعمك ومنتظر منك المزيد إن شاء الله، وبإذن الله الفرصة ما تكون معاك حسام إن شاء الله بإذن الله تقدر تحقق اللي أنت عايز تحققه، وتقول لكل جمهور النادي الأهلي. والله أنا بقول لجمهور النادي الأهلي شكرا لكم على الفترة اللي فاتت على الدعم اللي أنتم بتديهولي، وإن شاء الله أكون أنا يعني إضافة كويسة وإضافة تقدر تليق باسم النادي وتفيده، وإن شاء الله أعمل حاجة إن شاء الله السنة دي إن أنا أقدر أفيد برضو النادي الأهلي وأفيد فرقتي وننافس على كل البطولات إن شاء الله بصورة قوية إن شاء الله. حبيب تحت أمر. بنشكر أكيد كابتننا الكبير واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن حسام حسن، اللي بنتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية الفرصة هتيجي، لكن هو توفيق ربنا إن شاء الله بإذن الله يكون معاه ويكون مع كل اللعيبة السوبر إن شاء الله بإذن الله أهلاوي ويكون في دولاب النادي الأهلي بالجزيرة. يعني في الحقيقة كريم بادل رحلة سخنة أوي، لقاءات مهمة جدا جدا مع بعض اللاعبين المميزين داخل صفوف الفريق ولكل جماهير النادي الأهلي عشان يتابعوا كل لحظة بلحظة، بنشكره على هذا المجهود هو وزمايله المتواجدين في هذه البعثة. لكن عايز أرجع معاك يا أستاذ جمال بالتحديد بعد لقاء حسام حسن اللي سمعناه دلوقتي، وحسام حسن أحد الوافدين الجدد في صفوف الفريق، فبالتالي عايز أسألك ماذا أضاف اللاعبين الجدد لصفوف النادي الأهلي وللفريق ككل، سواء من حيث النتائج أو من حيث الأداء على مدار الفترة اللي فاتت ومنذ بداية الموسم؟ اللعيبة اللي خدت الفرصة أثبتت وجودها من الصفقات الجديدة، سواء كان بيرسي تاو أو ميكيسوني، عندك أحمد عبد القادر في المباريات اللي لعب فيها، مين تاني؟ حسام بس لسه ما شاركش كتير، لسه لكن أنا بتوقع كده إن شاء الله أنه لما يحصل على الفرصة، انه يعني من خلال الكلام اللي انا سمعته دلوقتي يعني انا حاسس في عنده، يعني انا كنت قلقان ان هو يبقى زي ما تقول ايه، ان هو يبقى هو قلقان او مستعجل، لا واضح ان عنده ثقة كبيرة، واضح ان هو عنده ثقة وان هو جاهز بمجرد ان هو يحصل على الفرصة ان هو يثبت وجوده. طبعا هو هداف لا غبار عليه ومحدش يقدر يقول عليه حاجة، واعتقد ان هو لما ياخد الفرصه القويه او الكبيره هيبقى اضافه 100% كبيره للفرقه ان شاء الله. اكيد. بمناسبه الصفقات الجديده عايز اتكلم عمار كمان، وفي عمار وفي كريم فؤاد وفي كذا حد، يعني صفقات كلها مهمه واضافه بكل تاكيد، لكن اداء الاهلي مع موسيماني السنه اللي فاتت ما كانش بنفس المستوى اللي احنا بنشوفه السنه دي، بنشوف اداء جيد بنتائج رائعه. في رأي حضرتك إيه الأسباب أو العوامل اللي أدت لكده؟ هسمع إجابتك بس نروح لفاصل الأول، بعد الفاصل نرجع نشوف أهم العوامل اللي أدت لظهور الأهلي منذ بداية الموسم بمستوى جيد مع موسيماني، على عكس الأداء اللي ما كانش بمستوى كبير جدا السنة اللي فاتت. النتائج كانت بتتحقق لحد ما، لكن الأداء السنة دي مختلف بشكل أفضل وأحلى بكتير وأمتع بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. بعد الفاصل استنوا. كنا بنتكلم مع أستاذ جمال الزهيري قبل الفاصل عن العوامل اللي أدت لظهور النادي الأهلي مع موسيماني هذا الموسم ومنذ بداية وانطلاقة الموسم بأداء جيد تحديدا على عكس الموسم الماضي. إيه أهم العوامل أستاذ جمال؟ شوف، رقم واحد إن الموسم اللي فات الأولاني لموسيماني مع النادي الأهلي 100% كان هو نفسه واقع عليه ضغوط كتيرة جدا، لأنه هو جاي و عاوز يحافظ على المستوى اللي فيه النادي الأهلي من البطولات، ده في حد ذاته ضغط كبير جدا يخليه هو كمدرب حتى لو عاوز يعمل أي إضافات أو أي
افكار تبقى صعبه. ليه؟ بيخاف ان هو يغامر باحداث اي تغييرات على المستوى الفني. بعد كده احنا شفنا انه ابتدى يغير شويه في الطريقه، ابتدت اللعيبه تتفاهم هذه الطريقه وتستوعبها جيدا، ابتدوا يادوا بشكل كويس. انضمام طبعا اللعيبه الصفقات الجديده برضو ادى دماء جديده وقوه لفرقه النادي الاهلي، ساعدت موسيماني في تطبيق الفكر اللي عايز يشتغل بيه بالظبط، لان دي العناصر او الحاجات اللي في ايده اللي هو يقدر يعملها. رابعا اقدر اقول انه زياده الاطمئنان النفسي عند مستر موسيماني. لو اللقطات بس دي مهمه قوي يا استاذ جمال، يعني لحظات استقبال جمهور النادي الاهلي للفريق، شوف الجمهور هتلاقيه على طول موجود بشكل مميز جدا جدا طبعًا. في الحقيقه كالعاده بشكل منظم ومحترم جدا يعني. خلي بالك الاعداد طبيعي جدا ان هي تكون اكتر من كده، لكن اكيد تبقى لا دي تعليمات والتعليمات الامنيه وكل هذه الامور يعني، لكن دول مجرد حضور رمزي متفق عليه مع السلطات الصحيه أكيد والامنيه يعني هناك في الدوحه. لكن 100% برضه اللعيبه اول ما تنزل تفاعل اللعيبه كمان، بص يعني تفاعل اللعيبه مع الاغاني بتاعه الجمهور حاجه مهمه قوي. الاهلي محظوظ قوي ما شاء الله يعني بالجمهور. في اي مكان الاهلي هيروح يلعب بالظبط بتلاقي جمهوره موجود. يعني انا عارف الجاليه المصريه ورابطه مشجعي النادي الاهلي في الدوحه بقى لها ايام بتشتغل طبعا طبعا وبترتب لهذا اليوم اللي هو يوم الوصول. وايضا شوف الجو ده في حد ذاته لما اللعيبه تنزل كانهم في القاهره بالظبط بالظبط، يعني الوضع لا يختلف كثيرا يعني. لا ده المسانده الجماهيريه اكيد يعني جانب مهم جدا ويرجح كفه الفريق باذن الله واحد احد في المباراه يعني. النادي الاهلي حتى لو الجمهور في الفترات اللي كان ممنوع الجمهور يحضر تلاقي الجمهور بيشجع النادي من خلال السوشيال ميديا طبعا طبعا، يعني موجود برضه حتى لو مش موجود جسما انما موجود معنويا. هو الاهلي محظوظ دايما بجمهوره بصراحه، صراحه جمهور الاهلي محظوظ بالنادي جدا 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 جدا، ومن حقهم بصراحه ان هم يعني يقولوا ايه يتهنوا يعني ببعض يعني هتافات خاصه لبيبو كابتن خطيب طبعا. وبرده كابتن خطيب كان حريص على ان هو يحيي الجماهير، دي نقطه مهمه جدا، مش سايب بس الموضوع مجرد اللعيبه وكده. النقطه بقى المهمه برده مرتبطه شويه طالما اتكلمنا عن الكابتن الخطيب، ان في من اسباب الاداء الكويس اللي بيعمله الاهلي النهارده مع موسيماني ان في حاله اطمئنان اكتر جوه موسيماني. فاكر انت في مرحله كده اللي هي كان في محاوله للوقيعه بين موسيماني واداره النادي الاهلي؟ فاكرها طب. طبعا طب. وانه لا والاهلي رافض الشروط في ناس قالت ان موسيماني مشي كان خلاص مش كده؟ الحاله دي اعتقد انه الكابتن الخطيب نيابه عن مجلس الاداره ولجنه الكوره قدر يوصل لهذا الرجل اشتغل وانت مطمن. النادي الاهلي مش النوع اللي انت عارفه صح، مش اللي هو هيخونك ومش بيحاسب بالقطعه ومش بيحاسب بالقطعه يعني في عز الازمه لما خسر الدوري وخسر السوبر كان النادي كان مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب بيجدد له الثقه، وده شيء يعني نادر. كمان كان بيسعى لتجديد تعاقده. وبعدين مفيش حد كمان، ودي ميزه، محدش بيحفر للمدرب اكيد، خلي بالك صح صح، يعني ممكن تلاقي في اماكن اخرى كتير مجرد هزيمه تلاقي الاتجاهات المختلفه بتشتغل بقى، ده عايز يمشيه وده عايز يجيب له مش عارف ايه وده عايز يضيف ايه الامور دي صعبه تلاقيها جوه دي مش موجوده الحمد لله. النقطه دي برضو اعتقد ان هي مهمه قوي في ان موسيماني بيشتغل شويه دلوقتي بمزاج اكتر يعني المزاج زي ما اقول ايه اجيبها لك المزاج عالي يعني حلو يعني هو حتى قال في اكثر من مؤتمر صحفي ان انا بوعد لسه باداء افضل بالظبط بالظبط، ودي تصريحات مهمه بصراحه يعني جدا، ده معناه ان حتى فئه كبيره من جمهور النادي الاهلي راضيين عن اداء الاهلي الموسم ده مع موسيماني، لكن معنى ان المدير الفني نفسه يطلع يقول لا انا لسه عندنا احسن، فدي حاجه كويسه. هو بيقول انا لسه بحلم معاكم باداء افضل وافضل وافضل، بيقول بالظبط انا لسه ما وصلتش للاداء اللي انا بتمناه مع الاهلي. فده معناه ايه؟ ان الراجل برضو عنده مشروع، هذا المشروع هو شغال عليه كويس
وبشكل تدريجي ان شاء الله يكون موفق وان شاء الله يكون موفق يعني في الفتره القادمه. طيب خلينا نروح للقاء مهمه مع واحد من اللعيبه اللي بيفتقدها جدا جدا جمهور النادي الاهلي على مدار فتره طويله فاتت بسبب الاصابات المختلفه، وهو محمود متولي. نشوف لقاءه مع كريم احمد ونرجع نكمل. يلا بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كواليس خاصه جدا طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه السوبر الافريقي الاهلي والرجاء المغربي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم على استاد احمد بالعلي. باذن الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ونعود من الدوحه ببطوله السوبر. لكن على هامش طبعا المباراه وعلى هامش الكواليس، احنا معانا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي، صاحب الاخلاص والوفاء وصاحب الخلق الرفيع جدا، محمود متولي، اللي بنقول له الف سلامه عليك يا حوده، وان شاء الله باذن الله هو سوء توفيق وبدلك، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى شايل لك حاجه الفتره اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لك يا محمود. لكن في البدايه حابب تقول لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيساندك بشكل كبير جدا ولسه منتظر منك اكتر من كده كمان يا محمود. الاول طبعا برحب بيكم، وانا سعيد جدا بوجودي دلوقتي في السفريه دي. ده حاجه نفسيا تهيئ اي حد ان هو يبقى احسن طبعا. الله يسلمك طبعا على الكلام الحلو ده، عايز اشكر جمهوري الاهلي على كل الدعم بتاع الفتره اللي فاتت، لان الموضوع فعلا كان بايخ شويه، لكن طبعا كله قضاء وقدر من عند ربنا ولازم نرضى بيه ونقول الحمد لله عليه. ولو الواحد كان حاسس ان هو ممكن يكون مقصر في حاجه فهو بيحاول يراجع نفسه فيها، لكن الحمد لله يعني الواحد بيحاول يجتهد ويعمل كل اللي عليه، وفي الاخر طبعا كله يعني التوفيق وعدم التوفيق دي حاجه من عند ربنا برده، زيه زي الاصابه، زيه زي مكسب وخساره، فطبعا لازم الواحد يرضى بيه، وان شاء الله ان شاء الله يعني تكون فتره وتعدي، وانا عندي يقين ان ربنا طبعا ما بيضيعش تعب حد يعني، وان شاء الله الفتره الجايه تكون كلها خير زي ما بيقولوا كده لكل مجتهد نصيب، ودايما يقول لك ان بعد العسر يسرا، وكلام كتير ممكن اقوله لك يدي الواحد امل ويقين ان ربنا مش هيضيع تعبه ولا وجع هو اتوجعه قبل كده ولا اي حاجه عدت عليه في حياته يعني. يمكن انا الناس ما شافتش مباراه طلائع الجيش، ويمكن انت كنت متاثر جدا يا متولي وانت طالع، لكن بقول لك يمكن ربنا شايل حاجه الفتره اللي جايه. طبعا بتبقى الاصابه وانت لسه راجع بتبقى تاثيرها على اللاعب كبير جدا، لكن انت ذكرت حاجه مهمه جدا، قلت السفريه دي نفسيا هتساعد بشكل كبير جدا، والدور الاكبر كمان لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكون في ظهر لعيبه النادي الاهلي وفي ظهرك انت تحديدا يا محمود، لان انا شفت يمكن لفت مع كابتن محمود الخطيب وهو متواجد ودار حديث بينكم من بعض. لو اتكلمنا على اللحظات وانت طالع بس من طلائع الجيش دي، دماغك فكرت في ايه؟ لان انا عارف لعيب الكوره بيفكر في ايه في اللحظه. طبعا يعني طبيعي اي حد بيجي له اصابه بيتضايق، خصوصا لو هي وقتها مش يعني مش كويس، بس لازم برضو هرجع واقول انه مجرد ما عدى عليا لحظات خلاص انه ده قضاء ربنا، وايا كان السبب فلازم ترضى وتقول الحمد لله على كل حاجه يعني. ده بالنسبه لوقت الاصابه، لكن طبعا او ده بيحاول يهيئني نفسيا ان انا حبيبي ميتو. لا متولي، لا طبعا ده متولي من اللعيبه الكبيره جدا، وان شاء الله الفتره الجايه بقى اضافه كبيره جدا للفريق. مر بظروف صعبه وهو اداه دول، وان شاء الله يرجع احسن من الاول. كلنا طبعا زعلانين على اللي هو بيمر بيه، بس لا متولي اداها وان شاء الله هيرجع احسن من الاول بكتير يعني. قول له ربنا شايل لك حاجه كبيره متولي الفتره الجايه. طبعا، لا ان شاء الله ربنا شايل له حاجه كبيره جدا كمان بالظروف اللي هو ماشي بيها كده، وراضي وقانع اللي هو بيحصل، بس ان شاء الله باذن الله يرجع احسن من الاول باذن الله. انه متولي طبعا اضافه كبيره للفريق واحنا محتاجينه الفتره اللي جايه يعني. حلو كده. انا قلت لهم جوزوني والله هبقى كويس. لا روح حلوه جدا طبعا. لا اكيد اكيد. لا احنا بصراحه كلنا اخوات وكلنا بنحب بعض يعني، بعيدا عن الكوره وبعيدا عن اللعيبه، كلها لعيبه محترمه، وبجد يعني شرف لاي حد ان هو يتعامل مع اللعيبه الموجوده دلوقتي يعني، حاجه بجد احترام واخلاق وحاجه تتعلم منها بجد، التواضع وكل حاجه كويسه. ومثال بسيط اللي انت لسه شايفه ده يعني، طبعا مش عايز اقول لك اللعيبه كلها بجد الواحد نفسيا بيرتاح في التعامل معاهم. وطبعا عايز اشكر كابتن خطيب على مسانده دايما، مش بس كمحمود متولي، لا ده كل الناس كل اللعيبه. ويمكن لما جالي تليفون ان انا هبقى موجود مع الفرقه وهتسافر وتعمل اللازم يعني عشان تطمن او تشوف سبب الاصابه ايه والكلام ده،
دي حاجه طبعا فرحتني وريحتني نفسيا ان في اهتمام، وانه طبعا انه بتحسسك ان انت قد ايه يعني الناس مستنياك، ودي حاجه طبعا ده شرف لاي حد ان هو يبقى موجود وبيتعامل مع ناس بالتفكير والمنتاليتي دي. السوبر والاجواء والجمهور والكواليس كلها يعني في اشتياق كبير جدا ان احنا نشوف الجمهور فول كاباسيتي بالنسبه للاستاد، يمكن اتحرمنا منه في السوبر الاخير بسبب الفقاعه، لكن جمهور النادي الاهلي ليه دور كبير جدا، تركيز اكبر من اللعيبه. الاجواء ازاي؟ الدوافع ازاي متولي؟ شايف رغبه اللعيبه ازاي ان احنا ان شاء الله نرجع بالسوبر؟ يعني هي طبعا اجواء، انا مش عايز اقول لك بالنسبه للعيبه بتبقى اجواء ممتعه، يمكن بيبقى فيه شويه ضغط، ده طبيعي يعني لان انت بتلعب في نادي كبير، دايما جمهور عايزك تبقى رقم واحد ودايما عايزك كل البطولات تبقى موجود تدخل النادي، وده دي حاجه بتعلي طموحك انت كلاعب، لازم تبقى حاطط في دماغك ان انت الفكر ده لازم تبقى انت محضر له يعني. ففكره ان انت تبقى دايما عندك اجواء حلوه وجمهورك دايما وراك، وخصوصا ان انت دلوقتي بتلعب زي ما انت قلت بتلعب في فول ستاديوم، يعني اللي هو جمهور كله موجود والاستاد متقفل. بص هو الموضوع بجد بيبقى ممتع حتى لما انت بتبقى بتلعب في اجواء، حتى لو بتلعب في ملعب جمهور الفريق المنافس، فدي حاجه بتحمسك، ما بالك بقى انت جمهورك وانت كمان بتلعب في النادي الاهلي مش اي جمهور. فدي حاجه لا يعني دي حاجه انا شخصيا مفتقدها. بتمنى، انا بقالي كتير ما لعبتش ماتشات رسميه، بس بتمنى ان انا ابقى موجود بجد عشان وحشني الاجواء دي، وان شاء الله باذن الله السوبر يبقى مصري باذن الله. وبتمنى التوفيق طبعا لزمايلي وربنا يكرمهم ان شاء الله في الماتش ده، ونرجع بكاس ان شاء الله السوبر باذن الله. مش هطول عليك، لكن رساله لكل الجمهور اللي بيدعمك وبيساندك ولسه منتظر منك يا متولي ان شاء الله الفتره الجايه، تحب تقول لكل جمهور النادي الاهلي؟ يعني انا ما عنديش حاجه اقولها غير بجد كلمه شكر محترمه يعني، فان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل الفتره دي يعني تبقى فتره ان شاء الله عدى منها كتير باذن الله تخلص بسرعه باذن الله. حبيبي نشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه محمود متولي، اللي ان شاء الله باذن الله زي ما بقول له ربنا شايل حاجه ان شاء الله كبيره جدا، وحاجه ان شاء الله تكون كويسه جدا ليه الفتره اللي جايه بدعم الجمهور وبمسانده مجلس اداره النادي الاهلي، يقدر ان شاء الله متولي يكون متواجد الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نتمنى له الشفاء العاجل. محمود متولي من اللعيبه المميزه جدا اللي بيجيد في اكثر من مركز، واكيد اضافه للنادي الاهلي في حاله شفائه، وان شاء الله باذن الله يرجع سريعا للملاعب، لان دايما الاهلي بيبقى محتاج لكل لاعبيه نظرا لكم البطولات والمباريات اللي بياخدها الفريق على مدار الموسم. متولي محمد محمود من العناصر المميزه جدا فنيا وبدنيا، لكن للاسف بيقابلهم سوء حظ كبير. انا يمكن اتكلمت انا وانت في اثناء الحوار يعني فعلا الواحد بيزعل لما يكون اللعيب عنده امكانيات والاصابات على فكره أسوأ شيء ممكن يبقى يصاب بيه اللاعب، طبعا اللي هي الاصابات اللي بتطول بقى وتاخد وقتها دي، لان كمان في تلاحق للمباريات، فاللاعب اللي بيقضي فتره اصابه تحت العلاج وكده ممكن يفوتوا بطولات. طبعا دي حقيقة. لكن هما الاثنين الحقيقه من اللعيبه الممتازين جدا، وبرضه بيبقى عندي ثقه انا دايما ان هما بمجرد ما هيرجعوا هياخدوا مكانهم وهيبقوا كويسين واضافه جدا يعني ان شاء الله. لسه الحديث مستمر، هنروح بس الفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نتكلم عن كواليس بعثه الاهلي في قطر. استنوا
احسن من جمهور الاهلي والله، يعني حاجه كده تخلي الواحد جسمه اشعر ويبقى نفسه ان هو يلعب وان هو يفرح الجمهور ده. عندنا ثقه كبيره جدا في الرجاله بتاعه الاهلي، جهاز فني، لعيبه، ان شاء الله باذن الله يفرحوا الجمهور ده اللي هيكون حاضر في المدرجات باعداد كبيره جدا في استاد احمد بن علي، وكمان يفرحوا كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم، لان هي بطوله اكيد منتظره وعايزينها تضاف لبطولات النادي الاهلي في دولابه المليء والمليء بالبطولات الكثيره. حاجه جمهور كبتة يحرك الصخر طبعا بالامانه. يعني اللي عارف لو اللعيبه عندها طاقه 70 50 60 بتبقى 100% بيشحن طبعًا. يعني عارف الشحن بقى بيبقى فول تشارج يعني. ففعلا انت شايف كمان استقبالهم لكابتن محمود الخطيب قد ايه وعلى فكره هتلاقي فيه شباب كتير جدا يمكن اتفرجوا على الكابتن وهم صغيرين او شافوا ماتشات مسجله. فالحقيقه يعني حاجه غريبه موضوع الكابتن محمود الخطيب ده والشعبيه الجارفه. الراجل اعتزل بقاله قد كده، عنده تاريخ كبير، عنده مهارات عظيمه، في حاجه اسمها الكاريزما. لكن الكاريزما طبعا الكاريزما دي يعني غير، بتبقى غير مصنوعه. زي ما بتقول كده من عند ربنا. ربنا بيمنحها لواحد او اثنين او ثلاثة زي ما هو عايز بالزبط. فهي ولذلك هي منحه من عند ربنا اكيد، ودايما الكاريزما المحترمه تحمد ربنا على ده اكيد. طيب خلينا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي المتواجد مع بعثه الفريق في قطر عشان نطمن عليه وعلى البعثه بالكامل وعلى كل الكواليس والاجراءات اللي بتحصل في هذه اللحظات في اول ساعات الاهلي في الدوحه استعدادا للسوبر الافريقي. يا كريم الحمد لله على السلامه في البدايه، وطمنا على البعثه بالكامل وعلى كل الاجواء من حولك. الله يسلمك زميلي العزيز امير هشام، طبعا برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم اللي ابدا بيه معاك امير. جمهورنا النهارده الحقيقه حاجه رائعه جدا ومش جديده على جمهور النادي الاهلي، استقبال اكثر من رائع، بيكرر استقبال الحقيقه في خلال تواجدنا في الدوحه سواء في السوبر الماضي وايضا كمان في هذا السوبر. حب كبير جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الهتاف في المطار كان مؤثر جدا الحقيقه، كلمه بيبو بيبو دي حاجه رائعه جدا ومميزه جدا، وهو ده الحقيقه اللي احنا عارفينه على النادي الاهلي. وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا في كل المحافل في البطولات الافريقيه في كل المحافل الحقيقه، فيمكن حب الجمهور ده حاجه كبيره جدا، وبنتمنى الجمهور يكون مساند ومداعب بشكل كبير جدا على مدار الايام القادمه وتحديدا في ملعب احمد بن علي اللي هيستقبل مباراه السوبر ان شاء الله يوم 22 باذن الله ان شاء الله، زي ما رفعنا بطوله السوبر في النسخه الماضيه في قطر ان شاء الله باذن الله بمجهود اللاعبين وباصرارهم الكبير وبالتحضيرات الفنيه اللي منتظرينها ان شاء الله من بيتسو موسيماني المدير الفني المميز والرائع اللي بيلعب الجيم بشكل كبير جدا، بيلعب الجيمات الكبيره بشكل رائع جدا. المباراه الواحده اللي هي مباراه البطوله الراجل بيكون مركز فيها بشكل كبير، وايضا كمان ان شاء الله يكون موفق في اختيار العناصر اللي هتكون في تشكيل هذه المباراه. اجواء امير رائعه ومطمئنه جدا كعاده طبعا بعثه فريقا للنادي الاهلي. يعني ابدا معاك بمجرد وصولنا طبعا لمطار حمد الدولي انتقلنا مباشره الى فندق الاقامه، فندق اكثر من رائع الحقيقه، يعني بيبعد عن المطار لمده 35 او 40 دقيقه مباشره عقب الوصول، الاجراء والبروتوكول المعتاد طبعا وهي مسحه طبيه طبعا لكل بعثه فريق النادي الاهلي تم طبعا عقب وصولنا للفندق الاقامه، لكن لسه طبعا النتيجه صباحا ان شاء الله باذن الله تكون سلبيه كعاده طبعا مساحات بعثه النادي الاهلي التزامهم الكبير والاتجاهات طبعا والتعليمات والارشادات الكبيره جدا من الجهاز الطبي والتزام اللاعبين ان شاء الله يكون غدا المسحه الطبيه سلبيه لكل بعثه النادي الاهلي ليكون الاستعداد الفني ان شاء الله خلال الايام القادمه. حب كبير جدا واجواء رائعه جدا ومميزه جدا، لكن لسه كمان عايزين نطمن بقى على كل الفرقه في التدريب اللي هيكون غدا ان شاء الله. يعني اقدر اقول لك بيتسو موسيماني البرنامج التدريبي غدا ان شاء الله او البرنامج الخاص لفريق النادي الاهلي يعني هيكون طبعا بتوقيت الدوحه، انا بتكلم طبعا بتوقيت الدوحه، انت عارف يا امير هي في ساعه فرق طبعا بين القاهره والدوحه، لكن انا كل الارقام طبعا والساعات اللي انا اقولها بتوقيت الدوحه. 9 صباحا هيكون الفطار الخاص بفريق النادي الاهلي، 10 وربع توجه فريق النادي الاهلي الى التدريب الاول وهو تدريب صباحي. يمكن بربط طبعا ميعاد التدريب وموعد المباراه مباراه مصر وقطر في اتجاه طبعا يعني لسه حتى هذه اللحظه لم يحسم هذا الامر، لكن في اتجاه ان البعثه تتوجه لمشاهده المباراه في ملعب المباراه، لكن لسه فيها ترتيبات كبيره جدا وتنسيق يمكن مع كابتن محمود الخطيب وكل المسؤولين هنا ان تكون البعثه متواجده بالكامل، لكن لم يتم حسم هذا الامر حتى هذه اللحظه، لكن النيه والاتجاه بشكل كبير جدا هيحسم غدا في
في تدريب الغد. الامور الحمد لله طيبه جدا لفريق النادي الاهلي. طمنا كمان يا امير على بدر بنون اللي لحق ببعثه فريق النادي الاهلي وتواجد في فندق الاقامه ومباشره اجرى المسحه. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه كعادتهم ان شاء الله باذن الله تركيزهم يكون كبير حافظ على لعيبه النادي الاهلي غدا في المباراه القويه جدا اللي هتكون طبعا امام منتخب قطر. عندنا طبعا عناصر هتكون محتاجه ان احنا نطمن عليها بشكل عملي، ويمكن ده طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي بياكد قال انا ما اقدرش طبعا اخد الكلام من بوق اللعيبه على قد ما انا لازم اشوف اللعيبه قدامي واطمن عليهم واعمل لهم التستات كلها اللي بيشعر باجهاد اللعيبه طبعا زي ايمن اشرف قفشه محمد شريف اكرم طبعا كل اللعيبه الشناوي كل اللعيبه المتواجده ان شاء الله في منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله تقدم مباراه رائعه جدا وربنا يحافظ على لعبتنا وينضموا بقى للمعسكر فريق النادي الاهلي للدخول برغبه جديده وبدوافع جديده في السوبر الافريقي ان شاء الله باذن الله. كل الامور يا امير مطمئنه بشكل كبير جدا حتى هذه اللحظة، بنعمل على مدار الأيام القادمة نستمر التركيز اللي فيه فريق النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله نعود من الدوحة بالسوبر الأفريقي ليدخل دولة بطولات النادي الأهلي يا رب بإذن الله. كريم، بخلاف طبعا لقاءاتك المميزة اللي عملتها على متن الطائرة المقلة للفريق للدوحة، عايزك تنقل لي وتنقل لكل جماهير النادي الأهلي الحماس اللي لمسته عند اللاعبين، الأحاديث ما بينهم على مدار الرحلة كانت عاملة إزاي بيفكروا في المباراة دي وفي البطولة دي يا كريم؟ الحقيقه طبعا يعني مباراه مهمه جدا، مباراه الرجاء بتختلف بشكل كبير جدا على جانب الجماهيري وايضا كمان على جانب اللاعبين، مباراه هتكون صعبه ويمكن ده كمان اللي احنا لامسينه من الفريق وكل الاحاديث كل اللعيبه، على طول تلاقي اللعيب اللي ماسك التاب بيتفرج على بعض اللقطات في مباراه الرجاء او مباراته الماضيه، يمكن كعادته طبعا كايل سولمان محلل الاداء ويمكن موسى متلابه طبعا محلل الاداء بيكون في طبعا لقطات كثيره جدا بتوزع على اللاعبين، الكل بيتكلم عن المباراه، الكل بيحاول ان هو يحفظ واجباته وطبعا محدش عارف مين هيبدا، لكن كل اللعيبه الحقيقه بتحاول ان هي ترصد كل نقاط القوة والضعف اللي اكيد طبعا بياكد عليها بيتسو موسيماني في هذا الامر، تركيز كبير ويمكن الحقيقه الاصرار باين في اللعيبه ومن احاديث اللعيبه الحقيقه من اجراء اللقاءات اللي انا اجريتها واضح التركيز الكبير جدا. يمكن انا كلمت طبعا مع رامي ربيع على ان فريق النادي الاهلي بيميز ان عنده كوكبه من كباتن الفريق، يعني مش اي فريق تلاقي فيه اكتر من كابتن فريق باصرار السوليه وبمجهود وليد سليمان ووفاء الشناوي، يعني كل اللعيبه الحقيقه مش عايز انسى حد علي معلول ايمن اشرف كل اللعيبه عندنا قامات كبيره جدا وعندنا كباتن فريق كبيره جدا، عارف اهميه المرحله وعارف اهميه بطوله زي كده بطولة المباراة الواحدة محتاجة تركيز كبير جدا ومحتاجة ان اللعيبة تكون في ذهنها جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي احنا يمكن امير فقدنا الجمهور في المباراة النسخة الماضية في السوبر لان كانت فقاعة ويمكن العدد كان محدد جدا، لكن من اللي احنا شفناه في المطار ومن المتوقع ان الاستاد احمد من علي يكون على اخره بالنسبة طبعا لجمهور النادي الاهلي، بالتأكيد على الجانب الاخر جمهور الرجاء لديها عدد كبير من الجماهير، لكن النادي الاهلي يمكن اكبر جالية متواجدة طبعا في الشرق الاوسط هي في قطر، هنا عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي اللي بنعمل ان شاء الله باذن الله يكون السند والدعم الحقيقي ويكون سر الفوز كعادته في مباراة الأربع إن شاء الله اللي بنقبلها إن شاء الله أمير تكون من نصيب النادي الأهلي. كريم، عايز أسألك بالتحديد عن حالة كل من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر اللي تعرضوا لإصابات مختلفة، بالتحديد دول عايز أسأل عنهم لأن دول اللي كانوا متواجدين مع الفريق على مدار الفترة اللي فاتت، إيه آخر التطورات؟ يعني هبدا معاك بكريم فؤاد، هي كانت كاتبه طبعا في مباراه سموحه الاخيره يمكن خرج من المباراه، لكن بطمنك حالته البدنيه والطبيه والذهنيه جاهزه طبعا لهذه المباراه، الدفع من عدمه طبعا يترك لبيتسو موسيماني المدير الفني، لكن هو احمد عبد القادر طبعا انت عارف الضمه بتحتاج تاني شويه، يعني طبعا انت عارف اصابات الضمه بتحتاجش ريسك شويه بتبقى فيها ريسك شويه ومخاطره شويه، يمكن احمد جري الايام الماضيه طبعا بدون طبعا اشتراك بالكره نهائي، لكن معانا ايام يا امير الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله احنا طبعا 17 والمباراه 22 نقدر ان احنا نقف على هذه الحاله، لكن انا باكد لك على كريم فؤاد في البدايه ان هو جاهز، لكن احمد عبد القادر مستنيين نشوفه على مدار الايام القادمه هل هيدخل امتى في التدريب، هل هيستمر في الجري والتدريبات البدنيه بس، لكن بحسم لك الامر بتاع كريم فؤاد، لا كريم فؤاد جاهز بشكل كبير جدا، يتبقى بس الفتره اللي جايه كمان اطمن على ايمن اطمن على قفشه محمد شريف اكرم الشناوي حمدي فتحي كل اللعيبه دي كمان، يعني طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله مستنيين منه بقى تصريحات كثيره جدا الايام القادمه نشوف كل الحالات القادمه بالنسبه له، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه كعادتها ان شاء الله يكون في انكار ذات كبير يكون في تضحيات كبيره جدا، المباريات دي محتاجه تضحيات كبيره جدا من كل لعيبه النادي الاهلي لان وراهم ملايين الجماهير، الجماهير الكبيره والجماهير العظيمه جمهور النادي الاهلي تستاهل ان في تضحيات وتستاهل ان يبقى في انكار ذات وتستاهل ان في رغبه كبيره جدا تكون مع فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يا امير بالاصرار اللي احنا شايفينه بالتركيز وبوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه ويمكن الامر ده تكرر في السوبر الماضي بيدي رساله كبيره جدا وبيدي طمانينه كبيره جدا والدافع بيزيد بشكل كبير جدا عن النادي الاهلي، ان شاء الله كل الظروف والمناخ اللي احنا عايشين فيه في الدوحه ينعكس يعني
تنعكس في المستطيل الاقدر في يوم 22، ونقدر ان شاء الله باصرار اللعيبه ومجهود الجهاز الفني نعود من الدوحه بالسوبر ليكون في النادي الاهلي يا رب باذن الله. مش هطول عليك يا كريم، لكن هو سؤال اخير وهو بيتعلق بالدوليين اللي متواجدين مع المنتخب، عندهم مباراه اكيد مهمه مع قطر بكره. هل تم التنسيق ما بين الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بخصوص الموعد المحدد لانضمام لاعبي النادي الاهلي في المنتخب لمعسكر الفريق؟ وهل خلاص تم تخصيص برنامج تدريبي معين ليهم فور انضمامهم للبعثه؟ بالتاكيد طبعا، يعني كل الامور دي الحقيقه التنسيق الاداري والتنسيق الطبي والتنسيق الفني كمان والاتصالات كانت مستمره مع كل اللاعبين. يعني اقدر اقول لك عقب انتهاء المباراه مباشره خلاص تم حجز الغرف لكل لعيبه النادي الاهلي المتواجده في منتخبنا الوطني. عقب انتهاء المباراه مباشره هيتوجه اللاعبين الى فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي ليدخلوا بقى برغبه جديده ودوافع كبيره جدا. لكن الاهم يا امير في هذا الامر ان احنا نطمن على حاله كل اللاعبين، الكل مجهد الحقيقه، مجهود كبير جدا من كل اللعيبه، فبنامل بس مباراه الغد ما يكونش فيها اي امور تعكر صفو النادي الاهلي واستعداداته، لان المباراه فيها التحامات والجو رائع. والحقيقه يعني كاس العرب يمكن بيدي رساله كبيره جدا، المباريات عاليه جدا، حماس الجمهور مدي طابع كبير جدا. فان شاء الله باذن الله نطمن بس على لاعبتنا عقب وصولهم، لكن باكد لك عقب انتهاء المباراه مباشره هيكون لعيبه النادي الاهلي متواجده في فندق الاقامه مع بعثه فريق النادي الاهلي لتستعد بشكل كبير وبكل قوه كعادتهم لمباراه يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، انقل تحياتنا لافراد البعثه بالكامل، وتحياتنا ليك طبعا ولكل زمايلنا معاك، وان شاء الله تكونوا موفقين وكالعاده التغطيه تكون مميزه. بنشكرك على هذا المجهود المميز والوافر في الحقيقه، زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي وموفد قناه الاهلي مع بعثه الفريق في قطر، كان معانا على الهواء مباشره من مقر اقامه النادي الاهلي بعد ساعات قليله من وصول البعثه، وقال لنا كل الكواليس والاخبار اللي تتعلق بالفريق. ان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويرجعوا لنا بكاس البطوله يا رب باذن الله. عايز اخد من حضرتك تعليق اخير عن هذه المباراه استاذ جمال قبل ما نختم، ومدى اهميتها، وبالتحديد عايز اسال هل ممكن تتغير استراتيجيه موسيماني في مباراه بطوله زي دي، ولا هيلعب بنفس اسلوبه اللي متعرف عليه على مدار الفتره اللي فاتت؟ لا هو طبعا اولا ان شاء الله باذن الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وانا برجح ان شاء الله فوز النادي الاهلي يا رب باذن الله. وفي نفس الوقت انا بقول ان مستر موسيماني يعني خاض تجارب كثيره جدا مع النادي الاهلي وعارف امكانيات لعيبه النادي الاهلي، وهيقدر يتعامل مع هذه المباراة على أنها مباراة بطولة أمام منافس قوي، وبالتالي هتبقى لها حسابات خاصة عنده 100%. يعني لابد أنه هيكون مجهز أكتر من سيناريو، لأن كل السيناريوهات مطروحة، فلابد أن اللعيبة تبقى جاهزة، لعيبة النادي الأهلي مهيئة نفسيا خلال الربع ساعة الأولاني هيبقى إيه، الربع ساعة الثاني إيه، التالت إيه، سيناريو الماتش، سيناريو المباراة أكيد، أو هيقرأ أكتر من سيناريو ويعرضه كمان ويدرسه مع اللعيبة. فإن شاء الله بإذن الله نتمنى يوم 22 إن شاء الله يا رب يحقق النادي الأهلي السوبر رقم 8 الأفريقي، ويفرح جماهيره اللي إحنا شفناهم دلوقتي، ويفرح كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للفريق في هذه المباراه. استاذ جمال نورتني وشرفتني، كنت سعيد جدا بتواجد حضرتك معانا النهارده. شكرا جدا جدا، وانا كنت بشكرك سعيد. شكرا جزيلا، كان ضيفنا العزيز الاستاذ جمال الزهيري، اتكلمنا معاه في تفاصيل كتير جدا تتعلق بمباراه الاربع المقبل امام فريق الرجاء المغربي في مباراه السوبر وبطوله السوبر الافريقي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، يرجعوا لنا بلقب غالي وهام جدا عشان يضاف لكم البطولات الهائل ما شاء الله لا قوه الا بالله بالنسبه للنادي الاهلي سواء على الصعيد الافريقي او حتى على الصعيد المحلي. واثقين جدا في الفرقه، واثقين جدا في الجهاز الفني، واثقين كمان جدا جدا في دعم جمهور النادي الاهلي هناك في قطر اللي هيكون متواجد في استاد احمد بن علي. يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل، ان شاء الله يكون حليف النادي الاهلي. بالمناسبه خليكم متابعين القناه دايما كالعاده زي ما انتم متابعينها على مدار الايام اللي جايه حتى موعد المباراه وبعد المباراه باذن الله، نكون فرحانين باللقب. كل الكواليس وكل التفاصيل اللي تتعلق ببعثه الاهلي في الدوحه هتكون معاكم لحظه بلحظه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي زي ما انتم اتعودتوا دايما. دي كانت تغطيتنا الخاصه لبعثه الفريق في ساعتها الاولى في قطر، وان شاء الله تغطيات اخرى جديده وهامه جدا بتخص النادي الاهلي، استنونا دائما وابدا. الى اللقاء وتصبحوا على الف خير.